بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومحبي كرة القدم في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات برنامجنا 2-0 اللي بتشرف بتقديمه مع صديقي العزيز جدا على قلبي وأخويا الإعلامي والصحفي المتميز الأستاذ منتصر الرفاعي، بين قوسين كده الحراء زي ما بتحب جماهيره تناديه. طبعا أنا عارف إن أسئلة كتير بتدور في أذهانكم، يا ترى صبحي ومنتصر بعد الفترة دي راجعين يقولوا إيه؟ هل هم على ثبات على موقفهم ولا هينطوا من المركب؟ احنا هحب اوضح الصوره في البدايه. مبدئيا احنا ما عندناش مركب غرقان علشان ننط منه، فما فيش نط من المركب. الثبات على المبدا وعلى الموقف هو شعاري انا ومنتصر من اول ما اشتغلنا لحد النهارده، واذا كان الكلام بيخص قناه الزمالك اللي اشتغلنا فيها فتره فهي فتره من ازهى فترات حياتنا الاعلاميه. انا بتشرف جدا بهذه التجربه، وبشكر بالمناسبه مجلس اداره القناه، وبشكر اعلام المصريين، وبشكر كمان المستشار مرتضى منصور صاحب انشاء هذه القناه واللي كان صاحب دعوة العمل لكل فريق العمل الموجود في البرنامج. احنا مش هنتنصل، احنا مش هنتغير، احنا ثابتين على موقفنا. اما البعض اللي بيسأل على موضوع الحياد، يا ترى احنا هنبقى محايدين ولا لا؟ فخلوني اسأل سؤال، لو الحياد اللي حضرتك بتقصده ان انا اكون بقول كلمة حق، فانا اوعدك ان انا اكون حيادي جدا. لو الحياد اللي حضرتك بتقصده ان اكون منطقي وعقلاني في طرح القضايا، انا اوعدك تاني مرة ان اكون حيادي جدا. اما اذا الحياد اللي حضرتك بتطلبه ان انا ابعد عن الزمالك، فانا اوعدك ان عمري ما هكون حيادي. ليه؟ لان جماهير الاهلي قبل جماهير الزمالك عارفه ان صبحي عبد السلام بينتمي الى نادي الزمالك هو ومنتصر الرفاعي. وعلى فكره الانتماء للزمالك من وجهه نظري شرف ما بعده شرف، فمش هتتغير. احنا زي ما احنا، لو الدنيا اتقلبت موجود صبحي عبد السلام ومنتصر الرفاعي، احنا ناس بننتمي للكيان الابيض والخطين الحمر شعار فوق راسنا، بنحترمه جدا وبنحبه جدا ومكملين معاه. لكن مفيش شك ان احنا في برنامج هنقول محايد من وجهه نظر البعض وبناء على اللي انا قلته، فخلونا محايدين، وكل الناس هيكون لها حظوظ معانا. واتمنى في النهايه دعمكم، دعم جماهير نادي الزمالك اللي من هنا لازم هي اول حد اشكره، لان هي وقفت ورانا، وقفت في ظهرنا، سندتنا حتى في احلك الظروف، فترات صعبه جدا مرينا بيها، ما كانش واقف معانا الا انتوا جماهير الزمالك. لذلك البرنامج ده معمول ليكم انتوا، اللي هنكلمكم، هتكونوا معانا ضيوف في الاستوديو، هنعمل معاكم مداخلات، هنزل لكم الشارع. البرنامج لا بتاع حد ولا ممول ولا حد دافع لنا ولا حاجه ابدا. التجربه باخدها انا ومنتصر مع قناه الصحه والجمال اللي بشكرها وبشكر كل القائمين عليها اللي زالونا كل الصعاب علشان نرجع تاني منتصر والصبح معاكم في 2-0. اتفضل يا منتصر. سعيد جدا الصبح ان انا موجود معاك في تجربه 2-0، برنامج ان شاء الله يا رب يعجب كل المشاهدين الكرام. بالتاكيد ان انا لما الصبح عرض عليا الفكره يعني ترددت في البدايه، لانه المسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه انك تقدر تواصل دعمك وحبك لنادي الزمالك الكيان الكبير في ظل المعوقات الكثيره اللي بتواجهنا والتحديات الكثيره اللي بتواجهنا. في ناس كثيره كانت دايما بتشكك في 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 انتماءاتنا، ودايما بتشكك ان في مواقفنا، والناس فاكره ان كل الناس بتبقى يعني بتشتغل لاشخاص. احنا عمرنا ما اشتغلنا لاشخاص. لما اتكلم على الاستاذ صبحي عبد السلام بين قوسين الكروان زي ما جمهور الزمالك بيحبه، وطبعا جمهور الاهلي دايما في مناوشات برضه، وفي جمهور الاهلي والله بيحبنا وبيتابعنا بشكل مكثف جدا، وبنلمس ده في الشارع. حتى لما بتقابل حد من جمهور الاهلي يقول لك خف شويه على الاهلي، يا عم والله ما جيت جنب الاهلي. وفي الاخر بيتصور معاك وفي الاخر بيتصور معاك، وكلنا لما بنتكلم مع الناس بيكتشفوا قد ايه فكره الحياد موجوده. الحياد ان هو من وجهه نظري زي ما قال الاستاذ صبحي، ان هو انك انت تتكلم عن الحق، انك تنحاز للحق. فانت شايف انه الزمالك ليه حق، بتحاول تلقي الضوء عليه، بتحاول تجيب حق نادي الزمالك حتى لو كان عن طريق الكلام، عن طريق ابراز السلبيات في مناطق اخرى وابراز وتعظيم الايجابيات. مش لازم الزمالك دايما يبقى هو المنطقه الملتهبه او المشتعله بالاخبار السيئه. يعني ما ينفعش النهارده الاعلام كل همه انه يبرز سلبيات نادي الزمالك، وكاننا يعني في منعزل عن بقيه انديه العالم او الانديه في مصر. ليه دايما يا جماعه الزمالك بتحاولوا يعني تجهدوه، بتحاولوا انكم تعرقلوا مسيرته، بتحاولوا دايما انه تخلوه دايما في صراعات؟ لا، نادي الزمالك كيان كبير، هيفضل طول عمره كبير برجاله المخلصين.
شخصيا تجربتي في قناة الزمالك وقبلها في القنوات اللي تواجدنا فيها كانت تجربة يعني ثرية للغاية. شرفت فيها بالعمل مع مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور اللي هو وجه لي الدعوة ان انا ابقى موجود وكل الزملاء. احنا عمرنا ما هنتغير، بس احنا ما كنا بنتكلم وقتها استاذ صبحي كنا بنتكلم على مواقف احنا مؤمنين بيها، دفاع عن نادي الزمالك، انما هنفضل طول عمرنا في ظهر نادي الزمالك. مش معنى كده ان احنا ضد النادي الاهلي، لا، احنا ضد انه النادي الاهلي ياخد حق مش حقه، وايضا مش عاوزين الزمالك ياخد حق اكتر من حقه، عايزين العداله والحياديه. في وجهه نظر الحياد انك تنحاز للحق، لو الاهلي ليه حق هنتكلم عنه، انما لو الزمالك ناس بتاخد حقه اكيد هنحاول نجيبه له بالمنطق وبالعقل وبالادله وبالمستندات. وما ينفعش النهارده انه يبقى في قطب واحد بالقطبين الكبيرين الزمالك والاهلي. شفنا قد ايه بتبقى سمعه مصر كويسه خاصه لما لعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا. وانا وانت يمكن اكتر اتنين اتعرضنا لهجوم فترات طويله جدا يا منتصر، بده ان احنا بنشتغل في نادي الزمالك فبنقبض من الزمالك فبنتكلم عن الزمالك. طب احنا النهارده بره نادي الزمالك بنتكلم من قناه محايده ليها كل الاحترام والتقدير، المواقف مش هتتغير. وبالمناسبه منتصر قبل ما نبدا بدات علينا الحرب، بدا بعض الناس برضو مش كحوري ما كالعاده بداوا في ان هم يقولوا اشاعات ان احنا ممولين وعندنا اجنده برضو بتاع. احنا لا ممولين ولا عندنا اجنده، واللي عايز يعمل معانا مداخلات اتفضل، التليفون مفتوح. وفي نهايه البرنامج بالمناسبه نص ساعه كامله هنفتحها لجماهير نادي الزمالك والنادي الاهلي والاتحاد والاسماعيلي، اي حد صحيح عايز يتفق معانا عايز ينتقدنا اهلا وسهلا بيكم. عايز اقول قبل ما تروح للفاصل انه الاستاذ صبحي عبد السلام بيتكلم عنه نائب رئيس تحرير جريده الكره والملاعب العملاقه القوميه، وانت كمان الاخبار حضرتك دار التحرير طبعا. احنا عندنا مؤسستنا القوميه اللي بنشرف في العمل فيها اللي هي يعني مكفيانا وزياده، الشرف لينا إيه؟ وما بعد شرف في الانتماء لنادي الزمالك، العمل في فتره في نادي الزمالك او الاستمرار، انا مستمر في العمل في نادي الزمالك بالمناسبه، يعني ده خبر جديد اهو، لانك انت دايما مع الكيان، الاشخاص زائلون، ما حدش بيستمر، انما يبقى دائما نادي الزمالك هو الكيان والبيت الكبير اللي بيحتضننا، قدرنا ان احنا زملكاويه، فبالتاكيد مش هنشتغل في الاهلي يعني. زي ما في زملاء كثر بيشتغلوا في النادي الاهلي وما اكثرهم، وعلى فكره هو دور اعلامي برضه بيأديه الزملاء، انا مش بنتقدهم انا بلوم عليهم طبعاً. بالعكس انت في النهايه اعلامي مكلف بدور، بس ما يبقاش يا استاذ صبحي اللي بيعمل في النادي الاهلي هو اللي بيؤدي يعني بيؤدي رسالته المهنيه واللي بيعمل في الزمالك ريكس زي ما انت قلت في البدايه. هي المشكله ان الزمالك دايما مستباح دمه صحيح على القنوات الفضائيه وحتى على معظم الصحف المصريه عندنا للاسف الشديد. احنا مش بنقول هندافع عن الزمالك، احنا هندافع عن الحق. إذا كان الحق مع نادي الزمالك إحنا مع الزمالك وفي ظهره، الحق في أي مكان هتلاقونا ورا الحق وبنتابعه وبنحاول نتكلم فيه ونفتح فيه كل الملفات. إدينا بقى نبذة عن البرنامج بسرعة كده منتصر. لا، تجربة 2-0 إن شاء الله هتبقى تجربة ثرية فيها كل الموضوعات كل القضايا، هنلقي الضوء على كل القضايا الموجودة في الشارع الرياضي الشارع الكروي، هنتكلم عن كل حاجة بمنتهى الأمانة بمنتهى الحيادية، وزي ما قلنا تاني الحيادية من وجهة نظري اللي هو اللي يعني الانحياز للحق، والظلم ما بيرضيش حد والظلم ما بيرضيش ربنا، وفي النهاية يبقى نادي الزمالك كيان كبير، يبقى نادي الأهلي كيان كبير، ولكن على اتحاد الكرة اللي هنناقشه في أول قضايانا النهاردة بعد ما نروح للفاصل وتقرير عن رأي الجمهور في مباراة الزمالك والمولودية أمس. خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. الحمد لله لعبنا ماتش كويس، يعني احنا ضلنا ضاغطين الفرقه، يعني مولوديه الجزائر برده مش اللي هي الخصم اللي هو فرقه طبعا محترمه جدا، بس احنا فضلنا ضاغطينهم، والمفروض ان احنا كنا استغلينا يعني كذا فرصه، يعني شفنا فرصه بتاعت احمد سيد زيزو اللي في الاول خالص، وفرصه بتاعت بن شرقي بتاعت ساسي. احنا لعبنا كويس، لعبنا جماعي كويس، بس محتاجين سرعه، يعني محتاجين نقل الهجمه والتدرج بالكره اسرع شويه. الرحمن الرحيم، واحنا النهارده لعبنا ماتش كويس وضغطنا الفرقه، بس هم متكتلين قوي في الدفاع، فاحنا المفروض احنا عندنا مروان حمدي ده مش
مش موجود في الماتش، ممكن يطلع وينزل مكانه بن شرقي، اوباما يلعب هجوم هو بيلعبها وكويس فيها بيأدي فيها. فباذن الله الشوط الثاني نعدي كويس ونجيب اجوان باذن الله، وربنا يكرمنا باول 3 بونت في البطوله. بس مش عارف في ايه، بس الحمد لله اول ماتش كويس ان ما جاتش في الاخر عشان نلم نفسنا بعديها. بس هو احنا ما جبناش جوان بدري، الحمد لله. هنعمل ايه، هي الكره مش هتقدر تخش من الشوط الاول والشوط الثاني اتعرقب، وان ما جبناش جون في الاخر ما بتحصل كده في الدوري في اي بطوله كده، ما جبناش جون من بدري ما نعرفش نلعب، مش عارف في ايه. بس ما اقول مش عاجبني طبعا، ما شاء الله مش عاجبني. يعني باتشيكو يعني هو مدرب 10 على 10 بس مش جريء. يعني انا نفسي كان يتجرأ شويه كده، وبن شرقي لازم ينزل من الشوط الاول، يعني بن شرقي لازم ينزل من الشوط الاول. بس طبعا ربنا يستر، ربنا يستر في العوده ان شاء الله باذن الله. بس ان شاء الله باذن الله خير، باذن الله نتفائل، ولازم نساندهم طبعا. يعني ما قلناش حاجه الا ان احنا نساندهم ان شاء الله باذن الله خير. والف مبروك للاستاذ منتصر على البرنامج الجديد، واستاذ صبحي على السلامه على البرنامج الجديد، وبالتوفيق يا ريس. الحمد لله، الحمد لله. يعني هي النتيجه غير مرضيه بالمره، لكن الزمالك النهارده عمل اللي عليه وزياده بصراحه. يعني احنا عندنا مشكله في انهاء الفرص، مشكله كبيره لازم نعالجها، لانها بانت في خلال الماتشات اللي فاتت قد ايه احنا ما بنبقاش مركزين في الفينش بتاعنا. يعني احنا 3 بونت ما يدعوش النهارده خالص. فرقه كويسه وبتقفل وكل حاجه، لكن انا شايف ان هي يعني كنا نقدر ان احنا نكسب النهارده. يعني الواحد حزين بصراحه وهو بيتكلم دلوقتي، وكان نفسي ان انا اقول كلام كتير جدا، لكن احنا برضو التغييرات اللي حصلت في الماتش يعني على قد ما هي مرضية الى نوعا ما، لكن انا كان نفسي يبقى موجود اسامه فيصل. مروان حمدي تعتبر محطه، لكن النهارده برضو في الشوط الاول ما شفتش العرضيات اللي مستنيينها مثلا لمروان حمدي. اما احنا شايفين في فرقه متكتله في الدفاع، اي حل يا شوط من بره 18 يلعب على الاجناب. وما زالت الاميره السمراء تستعص على فارسها الابيض نحو لقبه السادس. كان معكم اسلام جمال من قهوه الزملكاويه، برنامج 2-0، قناة الصحة والجمال. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد ما شفنا التقرير عن مباراه الزمالك والمولوديه. طبعا الناس زعلانه وكانت حابه ان الزمالك يبدا بدايه اقوى من كده منتصر، على الرغم ان انا شايف الزمالك ادى اداء عالي جدا وبيلوم المدرب كتير. لا، المدرب اللي يوصل لمرمى المنافس ما لا يقل عن 20 مره، لا انا بقول ادى دوره. هي بدلك للمدرب واللاعبين. تقراك بسرعه. بالتأكيد أنه الزمالك قدم مباراة قوية، أوجد حلول الوصول لمرمى المولودية كتير جدا، اللعبة تألقت بشكل متميز في الشق ده، في عدم توفيق في إحراز الأهداف، أوباما ضيع كتير، ساسي كان لنا ركلتين جزاء، كرة ساسي وكرة شيكابالا بملاك سيمبا الحرس الحكم الإثيوبي يعني ما احتسبهمش. فبالتأكيد أنا شايف انه الزمالك صدفه سوء توفيق، محتاجين يبقى في شراسه اكثر على المرمى المنافس. انما لسه احنا الصبح في بدايه دوري المجموعات، وان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في فريق نادي الزمالك بجهازه الفني وبادارته وبلاعبين، انهم يقدروا يعوضوا في المباراه اللي جايه من بطل السنغال. طيب قبل الاسترسال اسمح لي يا منتصر، معانا سعاده المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنه المؤقته بنادي الزمالك ورئيس محكمه الاستئناف، يدخل معانا وندردش معاه اكثر في تفاصيل المباراه. اهلا بيك سعاده المستشار. اهلا بيك يا استاذ صبحي، وتحياتي ليك وتحياتي للاستاذ منتصر وتحياتي للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طب قول لنا الاول كده انطباعك، انت شايف الناس زعلانه معاك، انت زعلان زيهم ولا لا؟ والله يا استاذ صبحي طبعا احنا كنا نتمنى ان الزمالك يحصل على 3 نقاط، لكن هي دي كره القدم. الفريق ادى اللي عليه واللعيبه ادت ما عليها، وكلكم شفتوا احنا وصلنا للمرمى مرات عديده، لكن هي التوفيق وهي دي كره القدم. سيادة المستشار معك منتصر الرفاعي، سعيد جدا انك انت موجود معانا. انا شايف ان حضرتك بتبقى موجود تقريبا 24 ساعة في نادي الزمالك، انت والسيادة المستشار عماد عبد العزيز والمستشار سامي صبحي امين الصندوق والمكتب التنفيذي، بتبذلوا جهد كبير جدا عشان تلموا شمل الفريق.
شايف الزمالك ان شاء الله يعني الناس اللي بتحاول تحبط الفريق بدري بدري، وان الزمالك وصل للمرمى كتير جدا وما سجلش، ولكن يبقى ان احنا عندنا لاعبين متميزين، لاعبين رائعين، شايف رسالتك ايه للجمهور ده وللناس يعني لدعوات الاحباط المبكره دي؟ استاذ منتصر تحياتي ليك. احنا طبعا عارفين وشفنا الفرقه بتادي اداء مبهر، لكن هي زي ما قلت لحضرتك والساده المشاهدين ان التوفيق وعدم التوفيق، الفرقه عملت كل حاجه والمشوار لسه طويل، ومش عايزين احباط. احنا كلنا ثقه في فرقتنا وكلنا ثقه في الاداره الفنيه، المدير الفني ومعاونيه، وان شاء الله اللي جاي احسن. مفيش احباط، احنا بنمتلك احسن فرقه في مصر وفي افريقيا. ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه هتكون مباريات على اداء عالي، لعيبه رجاله دايما ثقتنا فيهم وبلا حدود، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله المكسب في المباريات اللي جايه. المشوار لسه طويل فمش عايزين احباط، فرقتنا فرقه كويسه، جمهورنا بيساندها، الاداره بتساندها، وربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. ويعني انا شايف بالنسبه للماتش اللي فات طبعا يا استاذ منتصر كنا نتمنى ان احنا ناخد الثلاث نقط خصوصا في بدايه المشوار، لكن هي دي كره القدم، كره القدم بتحتمل الفوز والهزيمه والخساره، واحنا بنحمد ربنا على كل حال، لكن لازم يبقى تفكيرنا في اللي جاي ان احنا اي ماتش ننزل نلعب على الثلاث نقط. طيب انا اتفق مع حضرتك طبعا سياده المستشار ان الزمالك عنده احسن فريق كره قدم في افريقيا، ويمكن ده سبب الزعل انك مفروض انك تكسب بسهوله مع المجموعه الموجوده. خلينا نبعد شويه عن موضوع المباراه وقول لي حضرتك الناس عايزه تطمن على قضيه التجديد لفرجاني ساسي، لانه تقريبا حديث الساعه. استاذ صبحي التجديد لفرجاني ساسي ده احنا كان في مداخلات عديده اتكلمنا وقلنا ان فرجاني ساسي، وبكررها مرات عديده، فرجاني ساسي لاعب مميز ولاعب محترم ولاعب كبير ومعشوق جماهير نادي الزمالك، وفرجاني ساسي بيرغب في التجديد لنادي الزمالك، ونادي الزمالك بيرغب في التجديد لفرجاني ساسي. هي كلها الامور فيها بعض التوازنات اللي في المرحلة اللي جاية احنا بنحاول نحلها، لكن في رغبة من الطرفين، وانا قلت قبل كده ده عقد اتفاق بين طرفين اجابة وقبول، والاجابة والقبول موجودين، باقي بعض العناصر اللي يتم الاتفاق عليها، وده اللي احنا بنحاول نعمله في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي والمرحلة اللي جاية، وربنا يكرمنا ان شاء الله وتكون النتيجة التجديد في الجاني ساسي. طيب معلش منتصر انا هسرق منك سؤال صغير وبعدين اسيب لك سيادة المستشار سؤال صغير بس حضرتك تحملني فيه. اتفضل يا استاذ. قضيه القرن هيتم فتحها تاني ولا اتقفلت؟ بصراحه استاذ صبحي بص دي حاجات منظوره امام القضاء، وانا ما احبش اتكلم بصفتي راجل قاضي وراجل رئيس محكمه ان انا اسير اي موضوع او اتكلم في اي موضوع منظور امام القضاء. لا احنا بس عشان نطمن الجميع مش اكتر. ما هو حضرتك انا قلت لحضرتك انا راجل قاضي. صحيح. ممنوع ان انا اعلق على حاجه او اتكلم في حاجه منظوره امام القضاء. سيادة المستشار بالتأكيد كل زملكاوي عارف ان احنا نستحق هذا اللقب، كان في ظروف وعوامل يعني اخرى ادته للنادي الاهلي، في النهاية يبقى انه اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي بتبذل جهد كبير جدا لتوفير المناخ الملائم. واخيرا يعني قبل ما اسألك على سؤال الساعة النهاردة اللي هو مباراة حرس الحدود اللي تم تأجيلها بعد ضغوط من حضراتكم على اتحاد الكرة اللي كان رافض في البداية، شفت القرار ده ازاي النهارده؟ استاذ منتصر انا ما وصلتش حاجه رسمي، لكن انا سمعت زي ما حضراتكم كلكم سمعتوا ان تم تاجيل المباراه. وعايز اقول لك يا حاجه يا استاذ منتصر، حضرتك النادي الزمالك طالع يلعب باسم مصر. صحيح. فلازم يتم توفير المناخ المناسب له. ازاي انا فرقه تلعب ماتش وتسافر وتلعب ماتش بعدها بثلاث ايام؟ 20 و23 تلعب باسم مصر يا استاذ منتصر. صح. فلابد من توفير المناخ المناسب للفرقه من الراحه، واحنا يعني كان على عاتقنا ان احنا نوفر طياره خاصه عشان نريح اللعيبه. اه طبعا. فمعنى ان احنا نلعب ماتش قبل السفر، فده يعني انا برهق اللعيبه، و يعني انا سمعت ان المباراه اتاجلت، وده يعني قرار محترم. طلع رسم الموقع الرسمي، طلع الموقع الرسمي على فكره مش بس الزمالك، كمان مباراه الاهلي ومباراه البيراميدز اتاجلوا في الكاس مع الزمالك. تمام يا استاذ صبحي، انا خليني اتكلم على مباراه الزمالك اللي تخصني. اتفضل. انا النهارده طالع العب باسم مصر، فلازم اوفر المناخ المناسب. فقرار التاجيل بالنسبه للزمالك هو قرار صائب، لان انا يهمني فرقتي والتاجيل لفرقتي علشان اوفر لها المناخ المناسب علشان تسافر تؤدي مباراه تحصد فيها الثلاث نقط لاسعاد جماهيرنا جماهير الزمالك. طبعا وخصوصا احنا كل الدوري مضغوط قوي كمان يعني علشان نسعد الجماهير ونسعد الاعضاء. بالظبط.
وخصوصا ان مباراه الدوري كانت مضغوطه، فاللعيبه ما عندهمش فتره ياخدوا فيها نفس حتى قبل المباراه. بالظبط بالظبط يا استاذ صبحي. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا يا سياده المستشار، بس منتصر بيقول لي لا عايز اساله سؤال تاني. سؤال يهم اعضاء اعضاء النادي وانا من ضمنهم كل الاعضاء والصحفيين. انت اللي كنت احد السؤال. تعال القيمه المضافه يا سياده المستشار اللي هي يعني هتطبق على كل عضو عمل عضويه عامله في نادي الزمالك من 2016. ايه القصه دي؟ خاصه انه في بعض الزملاء او بعض الاعضاء في النادي واحنا اعضاء جمعيه عموميه برضه بيتحدثوا انهم سيذهبوا للقضاء لرفع الدعوه، انه بيقولوا يعني ما حدش قال لهم في البدايه او انه مش قانوني هذا التصرف يعني. فكاداره رايكم ايه في الموضوع؟ استاذ منتصر احب اقول لك ان انا راجل قضاء طبعا، وان ده قانون القيمه المضافه صدر سنه 2016 تقريبا، والقيمه المضافه دي بتحصل لصالح الدوله ضريبه القيمه المضافه. فالعضويات اللي اتعملت من بعد كده ما كانش بيتم تحصيل ضريبه القيمه المضافه دي لصالح الدوله، وتورد للخزانه العامه لوزاره الماليه مش لنادي الزمالك. يعني مش للنادي نادي الزمالك يا استاذ منتصر هو القائم بتحصيل تلك الضريبه لصالح وزاره الماليه. تمام. فالنهارده ده قانون فرض ضريبه. فالعضويه في نادي الزمالك اذا كان النادي بيحددها ب 60,000 جنيه مثلا وليكن على سبيل المثال وليس على سبيل القصد، ففي 14% قيمة الضريبة المضافة بالإضافة لقيمة العضوية دي بتحصل لصالح وزارة المالية. تمام. العضويات دي ما كانتش بتتحصل فتراكمت على الأعضاء تيسيرا من اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك وحرصا على أعضائنا المحترمين. قسطنا ضريبة القيمة المضافة بواقع 500 جنيه شهريا على العضو. مش مبلغ مرة واحدة يتدفع يعني. لا 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 خالص نهائي اطلاقا. تعليمات وقرار بتحصيل 500 جنيه شهريا من العضو تحت بند ضريبه القيمه المضافه لتوريدها للخزانه العامه للدوله. طب بمناسبه الكلام عن الخزانه العامه، هل فعلا صحيح مساله الحجز على ارصده الزمالك او حسابات الزمالك لصالح التامينات النهارده؟ وهل الزمالك مديون بالفعل ب 206 مليون تقريبا؟ لا راجل لا. استاذ صبحي طبعا هو في مطالبات من جهات حكوميه كتير بالنسبه لمديونيات على نادي الزمالك، ودي مديونيات سابقه مش في عهد اللجنه اللي بتدير دلوقتي. واحنا بنحاول نحل كل الاشكاليات دي بشتى الطرق، وربنا كرمنا وربنا يوفقنا ان دايما يبقى نادي الزمالك في ابهى صوره ان شاء الله، وخدمات الاعضاء على ما يرام. ده نتاج سنوات كتير احنا بنحاول نحلها، وده حق للدوله. واحنا كرجال قضاء ورجال قانون، حقوق الدولة من ضرائب من تأمينات لابد أن تسدد، لكن في المرحلة الحالية احنا بنشوف آلية تسديدها ايه، وربنا يكرمنا ونكون في الطريق الصحيح لسداد المديونيات اللي على النادي، بالإضافة إلى يكون في موارد لتنمية النادي وموارد للصرف منها على كل الأمور اللي في النادي والألعاب، وربنا يكرم إن شاء الله. سعداء سيادة المستشار انك كنت معنا في أول حلقة من حلقات برنامج 2-0. انا اشكركم انت استاذ صبحي والاستاذ منتصر، وتحياتي ليكم وبتمنى لكم التوفيق ومبروك على برنامجكم المحترم. اشكرك يا فندم. توفيق لحضرتك كل اللجنه المحترمه اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي. اللجنه مكلفه بمهمه خاصه صعبه، هم ما سعوش انهم يتواجدوا في هذه الاماكن، وانما تم تكليفهم من قبل الدوله بهذه المهمه. للأمانة مسؤولية نادي الزمالك الصبح مسؤولية كبيرة جدا طبعاً. يبقى أنه الناس اللي موجودة دلوقتي حتى ولا السابقة بتعاني، احنا برضو مش غرب، احنا موجودين في المطبخ النهارده، في ناس رجال أعمال كتير الصبح بتشوفهم زملكاوية رجال أعمال زملكاوية، وعلى الفيسبوك عمالقة وبيتغنوا وتشدقوا بحب الزمالك. طيب. والنهارده محدش فيهم بيمد إيده لنادي الزمالك أنه يساعد نادي الزمالك. مش نادي الزمالك ما بيشحتش من حد، ولا مش محتاج. نادي الزمالك مؤسسة تربوية رياضية كبيرة جدا، غني، بس في بنشوف على الجانب الآخر في النادي الأهلي، وده شيء محمود للأمانة، رجال أعمال كثر بيدعموا النادي الأهلي، بيدخلوا لحسب صفقات للنادي الأهلي. فين بقى رجال الأعمال الزملكاوي؟ فين الناس ولا اللي راجل أعمال زملكاوي في آخر 10 سنين دفع جنيه لصالح نادي الزمالك، سواء في صفقات لاعبين أو في الإنشاءات الضخمة اللي اتعملت في عهد المستشار مرتضى منصور رئيس المجلس المجمد. انا حاضر وانت حاضر، وشايفين ان محدش ساهم مع الزمالك الا ابناء نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك بس. استاذ صبحي ما ينفعش النهارده، انت رجل اعمال كبير وبتتغنى بحب الزمالك، ومش لازم تقعد على الكرسي عشان تدي نادي الزمالك. خلينا نتكلم كوره شويه بقى مع كابتن رضا عبد العالي اخي المصطفى، وحشنا. طبعا حبيبنا الكابتن يا تاريخ حبيبي يا استاذ صبحي. كابتن رضا وحشنا، عامل ايه؟
استاذ منتصر ازيك؟ ما الكابتن رضا عانى بسبب الموضوع انه ما حدش دعم نادي الزمالك لما مشي من نادي الزمالك وقالوا له ما حدش جدد له عقده وقتها لو تفتكر. اه طبعا. كابتن رضا شفت امبارح طبعا مباراه الزمالك والمولوديه. اه طبعا. وشفت الناس زعلانه قد ايه؟ انت رايك وانطباعك عن الاداء والنتيجه وتاثيرهم على الزمالك في مسيره الدوري دوري الابطال. بص يا استاذ صبحي يا استاذ منتصر بصراحه يعني الراجل لو كان بدا زمانها كان الزمالك كسب وريح جماهيره واسعد باتشيكو. هو في ايه في الدوشه دي؟ انا مش سامع في ايه. لا سامعينك كويس يا كابتن رضا. ايوه ده في لغط كده حوالين المكالمه مش عارف الكنترول. معلش اهدوا شويه عشان هم حضرتك مثير للجدل فبيحاول بيسمعوك معاك يا كابتن رضا. المهم يعني فهو الراجل ما بداش البدايه اللي هي تقدر تجيب لك الثلاث نقاط بتوع المباراه يا استاذ صبحي. اه تمام. ده الاول فتى ولعب ناس ولعب بطريقه لما رجع لصوابه تاني وبدا بشيكابالا الشوط التاني وبعد كده عمل التغييرات بتاعت بن شرقي واحمد فتوح اخر ربع ساعه المباراه كانت ممتعه. المباراه كانت فيها كل فنون الكوره. رحت للجون وضيعت وفي استحواذ وفي ضغط وفي كوره جميله وفي فرص مهدره. طب ليه الكلام ده ما يبقاش من الاول؟ دي حاجه. تاني حاجه يعني انت مثلا مروان حمدي جايبه وما لعبتوش الماتش الاولاني وبعد كده حطيته الماتش اللي هو اللي فات، هل يبدا بمباراه قويه زي بتاعه مولوديه امبارح؟ محتاج يجهز معنويا اعتقد شويه. لا مش معنويا، هو بصراحه مش عشان في مروان محسن في الاهلي يبقى تجيبوا لنا مروان حمدي في الزمالك. هو التقليد في كل حاجه. ما هو يعني حد بيقول لك يا رب يبقى شبه مروان محسن يبقى بس في الاسم. يعني انت شايف ان هو هداف مروان حمدي هداف؟ لا بص انا متابعه كابتن رضا، انا مش عايز اجوان مع مظلمه بدري يعني. هو لعيب انا شايفه مشروع هداف كويس مبشر يعني. لكن التوقيت زي انت ما قلت يمكن كان في تسرع الوقت. لا بص مش عايزين نضحك على الناس يا استاذ صبحي يا استاذ منتصر. انت بالامانه يعني ماشي سيف الجزيري بس الراجل ما كانش مقيد افريقيا ماشي مش وحش، انما ده من السنه اللي فاتت وهو مع وادي دجله بيضيع فرص سهله جدا. مش هو الفرود اللي يجي نادي الزمالك ويلبس فانيله نادي الزمالك عشان يبقى هو اللي هيبقى هداف الدوري في نادي الزمالك اللي هيعوض غياب مصطفى محمد. طب ما ندي لاسامه فيصل. طبعا. طب انا ما كنتش طلعت عمر السعيد بقى. ما انا مشيت واحد على الاقل بقاله ثلاث سنين في نادي الزمالك. يعني عارف يعني برضو قيمه الفانيلا ايه؟ ما بيلعبش وبعيد والكلام ده. بلاش اجيب بقى باسم مرسي اللي احنا كلنا قلنا لا. ما برضو راجل خبره وراجل لابس تيشيرت نادي الزمالك وراجل كان هداف نادي الزمالك. انما انا شايف ان انتوا ماشي جبتوا سيف الجزيري. على انهي اساس جبتوا مروان حمدي؟ وهو ملوش ذنب يعني الراجل ملوش ذنب بس هي امكانياته كده. هي عموما يعني صفقات الزمالك يا كابتن رضا انا شايف انها مش على مستوى طموح فريق وجماهير نادي الزمالك بصراحه يعني. صفقات الميركاتو انا معاك لكن يمكن على قد لحافك مد رجليك ولا على قد فلوسك مد رجليك. يا استاذ صبحي بلاش نضحك على الناس. لا مش بضحك دي حقيقه. هو ما عندوش فلوس يجيب لعيبه كبيره. ده انت نادي الزمالك يا استاذ صبحي طبعا اتفق معاك طبعا صح. طب بلاش ما تجيبش الاثنين وهات من اول الموسم زي ما انت كنت ماشي كده وما جبتش حاجه في اول الموسم ولا بين سوبر. اي صفقات واستنى الاول الموسم قول هجيب صفقه قويه من افريقيا لعيب افريقي فيرود ادفع فيه. انت خدت من مصطفى محمد ما تضيعش الفلوس في اثنين ما لهمش يعني مع احترامنا واحد مش هيلعب افريقيا والتاني قليل. يعني الاثنين مش هيلعبوا. الاثنين اللي كانوا موجودين احسن منهم. طبعا يا مصطفى يعني محمد أنا اعتقد تعويضه صعب يعني. اسامه فيصل ده من يوم ماتش الاهلي وانا قلت الكلام ده لو خد كان هو الوحيد اللي هيناطح مصطفى محمد وهيعوض غياب مصطفى محمد من يوم ماتش الاهلي لما جاب الهدف 3-1 في الدوري. فانتوا بعد كده قعدتوه بعد كده بتطلعوه بعد كده وبعد كده رايحين تجيبوا اثنين عليه اقل منه وهتلعبوه عشان تقول لي احنا جايبينه بفلوس جايبينهم بفلوس. لا في تلخبط اداري واضح وملموس. يعني انت مثلا عندك احمد الشده سيبك من صالح جمعه لما يجي لك طب ما مش هو دلوقتي كان يبقى بديل مثلا مصطفى فتحي اللي انت حد يطلع مصطفى فتحي تالق وماشي زي الفل ماشي زي الفل كله هو مصطفى ومصطفى في كل مره بيسجله
هو لعيب زي الفول بناء عليه يمشي. وبعدين الناس تقول لك ايه اصل باتشيكو ما كانش عايز مروان حمدي وكان عايز باسم مرسي. ما الراجل بياكل عيش، ما احنا عارفين ان بياكل عيش. ما قعد ساسي بيقعد ساسي، قعد بن شرقي بيقعد بن شرقي، لاعب فلان بيلاعب فلان، ما تلعبش فلان ما احنا عارفين الكلام ده. سيبك من اي كلام تاني. تقصد في تدخلات يعني ولا يا كابتن رضا؟ اه طبعا دلوقتي يا كابتن. لا صعب اقول الكلام ده. من قبل مين يعني؟ لا صعب من اي حد. بص يعني انا بقول المجلس الحالي ما فيهوش. اتفضل. لجنه جايه ان تبعد نادي الزمالك السنه دي والسنه الجايه عن البطولات. هو كلام خطير على لسان الكابتن رضا، مالناش دعوه. امال انتوا قاعدين تعملوا ايه طالما ان هو كلام خطير؟ انتوا مش عارفين الكلام ده استاذ صبحي؟ لا بس امال بس فرحين ايام مرتضى كنتوا تقعدوا تشوطوا في الدنيا كلها. لا ما هو عشان ايام مرتضى ما ينفعش دلوقتي انا اصطدم باداره حاليه. بالعكس يعني انا دلوقتي كلامي مش على الاداره، يعني هم مش بتوع كوره. عشان كده بقول لك التدخل من مين. يعني لما سالتك عن التدخل مفيش. زمان كانوا بيقولوا مرتضى منصور بيتدخل، طب دلوقتي مفيش مرتضى منصور. اديني سبب واحد بن شرقي يقعد امبارح ازاي؟ قال ان هو كان مصاب وهو اخطا ان هو ما بداش بيه. طالما قاعد على الدكه المفترض ان هو جاهز يبدا بيه، ومفترض ان اوباما يعني يلعب راس حربه. حتى لو مصاب يا استاذ منتصر، انا دلوقتي هلعب فرقه لازم انزل الاول اجيب جون وبعد كده امن نفسي بقى، بعد كده اطلعه، بعد كده اعمل زون ديفنس، بعد كده انزل مدافعين. بس هو يمكن بن شرقي كان مصاب وبس ما اتدربش ربع ساعه بس. يا كابتن رضا ما ايه اتدرب ربع ساعه بس قبل المباراه، كان مصاب قبل المباراه يعني هو فتوح. استنى بس بقى، استنى بس، اذا كان اللي بيتكلم معاه يبقى المستمع بقى مجنون. بس انا بكذب لك يا كابتن رضا ان ما حدش بيتدخل في عمل باتشيكو. الربع ساعه اللي لعبهم ده مسك رجله بان ان هو كان مصاب. ده راجل نازل عايز بيغل عشان يجيب جول. فت كان يعني حتى لو مصاب ابدا بيه من الاول، على الاقل لو اتصاب هيبقى عندي تغييره. طب دلوقتي انت بعد ما نزلته وجيت صاب هغيره ازاي؟ صحيح هغيره ازاي؟ مين اللاعب اللي انت شايف الزمالك محتاجه دلوقتي لو انت موجود في جهاز الكوره او وبترشح لاعب للميركاتو ده او الميركاتو اللي جايه؟ حتى انا مش شايف لعيب على المستوى المحلي بقيمه مصطفى محمد ممكن تعوض بيه. ما انت لازم تعمل مصطفى محمد تاني يا استاذ صبحي. ما انت عندك اهو اسامه فيصل لعيب هايل وممكن يحل فعلا، بس محتاج شغل. اديله الثقه بس. طبعا اديله الثقه والفرصه زي ما اديت مصطفى محمد السنه دي في ماتشات ما كانش شايف فيها، وقفته على رجليه. وقف لعيب زي ده، دي حاجه. تاني حاجه، انت عمالين نتكلم ونقول ساسي ساسي وساسي مش هيمضي وخلاص. وهو دلوقتي انت بتلعبه عشان يلمع نفسه ويزود عقده للفرقه اللي رايحها، صح؟ اه بس فيها كابتن صح. يعني حتى لو هو مش هيبقى موجود، هو في النهايه بيتقاضى راتب كبير جدا، وهو برضو قيمه فنيه كبيره جدا، برضو صعب انك تركنه. ما عنديش مشكله، انا لازم اجيب البديل بتاعه. البديل بتاعه مين؟ عباطي بتاع وادي دجله، احمد عباطي. كابتن رضا معلش انا عايز استغل وجودك معايا واخد منك سؤالين صغيرين جدا. السؤال الاولاني، ايه رايك في انجاز الاهلي في الفوز بمركز ثالث في بطوله كاس عالم للانديه الاخيره؟ هو النادي الاهلي قبل كده كان خد المركز الثالث قبل كده، يعني مش 2006 يعني مش انجاز. اما البعض بيصف بالانجاز فانا بسمع منك. الانجاز لو هو كان مثلا لعب على النهائي اول، برافو عليك، صح. انما هو حقق المركز الثالث فده ما يبقاش انجاز. طالما حققه قبل كده ما يبقاش انجاز مكرر. انما لو كان لعب على الاول والثاني ده الانجاز. طيب بشأن بقى القضيه المصارة اذا سمحت لك اتكلم فيها. مروان محسن الاول بقى. قضيتك سالوا مروان محسن الاول قبل القضيه. طيب اتكلم، عايز تقول له عن مروان محسن. مروان والضغوط اللي بيتعرض لها مروان محسن، اللي بيتعرض لها والفرص الكتيره اللي بياخدها، وشايف انه التجديد لمروان محسن كان قرار صايب ولا قرار قاطع؟ ده يسأل عنه، اداره النادي الاهلي والجهاز الفني. طيب بالنسبه اخر حاجه كابتن رضا، القضيه المصارة اللي كانت مسار جدل وحديث الفتره الاخيره في مداخلتك مع الاستاذ ابراهيم عيسى بشان بعض الاتهامات بالاخوان المجموعه من النادي الاهلي، وقالوا ان هم هيقضوك، وصلت معاهم لحل ولا في ولا القضيه رايحه فين؟ بص هو لا تعليق، بس هي المشكله كلها انت لو دخلت على اليوتيوب وقلت فلان والكابتن علان والكابتن ترتان هيجي لك الناس دي وهم في رابعه وهم في النهضه وهم كده. انا ما غلطتش، يعني انا بقول كان في ناس كوادر كذا 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 في مجال الرياضه في المنظومه الرياضيه الفتره الاخيره. ايه الغلط اللي انا غلطته؟ ما غلطتش يعني، ولا الدنيا اتهدت يعني. وبعدين هم دلوقتي جايين يتبرقوا يعني. ايوه
يعني هم دلوقتي بيتبرأوا ان هم كانوا في يوم من الايام تبع جماعة الاخوان؟ يعني لا انا بس على النت، على النت موجود كل حاجة موجود. صدقني خش تكتب الكابتن فلان هيجي لك وهو واقف في النهضة او في رابعة او بيكتب او بيقدم لعيبة او ايه بقى. وفي اعلاميين قالت قبل كده كابتن رضا الكلام ده وما في برامج توك شو سياسيه، مش انت اول حد يقوله كبيره يعني. جدا انت مش اول حد يقول الكلام. حبيب قلبي بص بص بص، هو طبعا المحامي عايز يتشهر وعمال يخش لي من هنا للقناه دي للقناه دي للقناه دي، مع ان هم لو راحوا ان شاء الله بامر الله يعني هي خسرانه. انا ما قلتش حاجه وما عيبتش في حد يعني. كابتن رضا مداخله عظيمه يعني تشرفنا جدا بوجودك معانا في اول حلقه في برنامجنا، ودايما تكون معانا صوت الحق كده وصوتك عالي حبيبك كابتن رضا. البرنامج انت والاستاذ منتصر ما تغيرناش، هنفضل صوتنا عالي وهنقول ما بنخافش احنا يا كابتن رضا، ما تقلقش يعني. اتمنى. شكرا يا كابتن رضا، كنت معانا على القلب بيك. اكيد الكابتن رضا دايما مثير للجدل، دايما اراؤه يعني بتبقى فيها حتى توقعاته كانت ساعات بتصدق بشكل كبير جدا. ده كتير مش قال لك روح كاس العالم نطلع مركز اخير احيانا بيخش في منتصف الجبهه وان واي كده بحاجات استباقيه. انا بصراحه تصورت انه ممكن ما يجاوبش على السؤال الاخير، بس انا كنت عارف ان محامي النحاس ومختار مختار والمجموعه دي كان بيعرض الصلح او بيتكلم فيه كتير، عشان كده انا كلمته فيه. بس هو طالما تم اللجوء للقضاء كلنا بنحترم طيب. القضاء المصري وكل واحد شايف ليه حق من حقه انه يحصل عليه بالطريقه اللي تلائمه يعني. فبالتالي النهارده الموضوع في القضاء، اتمنى انا بس الامور ما توصلش ما بين نجوم كره القدم طبعا. كابتن مختار والكابتن ربيع ياسين والكابتن عماد النحاس والكابتن رضا، يعني رباعي ان شاء الله تتحل محترم جدا تتحل. رباعي قيمه فنيه كبيره جدا في الكره المصريه، اتمنى ان الامور تتحل، احنا مش هدفنا نشعل للدنيا والله. منتصر قريت وانا داخل حد بيقول الزمالك كشكو شادي محمد بشان تصريح كان قاله، قال ان الاهلاويه 80 مليون. انا مش عارف هيشكول مين أنا وفين، لكن شايف الموضوع مش مستاهل شكوى يعني، ما الموضوع جدلي قصه. لا بس انا من باب اولى لو هشتكي شادي لو هشتكي شادي محمد كمان قالها خالد مرتجي وهو في قطر موجود مع الفريق في مداخله، وقال ان الاهلي 80. ما اعرفش اذا كان ده بيعتبر نوع من انواع الاستخفاف بقول الناس ولا ده تعداد رسمي ما عندهم من الاحصاء جايبينه، انا مش عارف. المهندس خالد مرتجي قال ده انا عيطت لما شفت الاستقبال الحافل من جمهور الاهلي في قطر. انا مش عارف برضو الشعبيه ما شفتهاش للامانه خالص يا بص يعني منتصر، انا وانت كنا موجودين في قطر في ماتش السوبر بتاع الترجي وشفنا قد ايه جمهور نادي الزمالك كان مالي الاستاد كله وكان في كل حته، وفي الناس ما تمكنتش انها تدخل حتى ما بين الاشقاء القطريين، فشفنا الشعبيه بعينينا ما شفناهاش. لا يا منتصر كان الاعداد المتواجده في استقبال الزمالك في المطار 10 مرات القد اللي كان. مش طبعًا. بقلل من النادي الاهلي، انا بقول الجماهير اللي زحفت لمطار القاهره لمطار الدوحه او حمد الدولي عشان تقابل جماهير فريق الزمالك كانوا 5-6 اضعاف اللي قابلوا فريق النادي الاهلي، ومع ذلك الاعلام تناولها ازاي؟ ما شافش مشهد جماهير الزمالك خالص، ذكرت على استحياء، وال20 واحد اللي كانوا في المطار حد قال لك 3000 وحد قال 17000 وحد قال 18000 وحد قال لك لا دول 2000. انت فاهم حتى انك بتلعب بالصوره على حساب عين الناس. طب احنا شايفين، انا اقول لك في كواليس في الموضوع ده، اعتقد انه كان الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره الاهلي السابق، اعتقد ان هو بيعمل في قطر او ابنه كان موجود هو اللي عمل التنظيم ده عشان الجمهور يطلع ويهتف للكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب قيمه فنيه كبيره جدا، ليه شعبيه بين جمهور الاهلي ما حدش ينكر الكلام ده كله، انما قصدي الموضوع كان منظم عكس جمهور الزمالك اللي خرج بنفسه، خرج وليد اللحظة وليد عشق النادي الزمالك. عشان نبقى منصفين، كورونا في الاستاد كان ليها دور برضو، ممكن في الاعداد ممكن يكون كان في جمهور، انما العيب العيب انه نادي الزمالك اتقال انه شعبيته في الخليج اكبر. ليه دايما انه كبير يعني كل حد بحكم المدراء الفنيين اللي من ابناء الزمالك اللي اشتغلوا في الخليج عملوا الشعبيه دي بحكم تواجد حد بقيمه كبيره. بلاش الجمهور اللي كانوا بره، الجماهير اللي كانت في الملعب جوه ازاي، وماتش الزمالك والترجي انت شفت منتصف ما كانش فيه مكان للقدم وكله وان واي كله في اتجاه الزمالك. عموما طبعا هنتكلم عن مباراه الاهلي او تمثيل الاهلي للكره المصريه والافريقيه في كاس العالم كمان. نطلع فاصل دلوقتي نشوف فيه تقرير عن اراء الجماهير عن هذه المباراه ونرجع لحضراتكم تاني. رايك ايه
النهارده في مباراه النهارده؟ والله النهارده كل لعيبه الاهلي لعيبه رجاله، كلهم ادوا اداء بطولي عشان خاطر المركز الثالث. الجيل ده لازم يبقى جيل زي جيل 2006 وتريكا ومتعب وفلافيو وكل الشغل، كل لعيبه النادي الاهلي، وانا من هنا من مصر بحييهم ومنتظرهم في المطار ان شاء الله. كيف اداء الاهلي النهارده؟ الاهلي طول عمره 100 100، والاهلي القلعه الحمراء، والف مبروك للاهلي. مود معاك مثلا زملكاوي، فبتمنى فرص الفرق المصريه تزيد في البطوله في الموسم الجاي ان شاء الله، والف مبروك لجمهور الاهلي والنادي المصري عموما وتشجيعها للنادي الاهلي. بس كويسين ومادين وشرفنا. هو ما شاء الله يعني مدرب عالمي، وربنا يوفقه في اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي افضل يعني ان شاء الله. البطوله الجايه الاهلي حضرتك افضل لاعب في البطوله من وجهه نظرك؟ الشناوي طبعا بلا اي منازع، هو اللي جاب البطوله في رايي الشخصي، وهو افضل لعب في البطوله كلها. وتقييمك للاهلي كاداء جماعي؟ لا 10 من 10، عمل اللي عليه ومباراه للتاني. ايه رايك في اداء لعيبه الاهلي عموما؟ لا ده 100 100 وكويس، والماتش كان هيبقى افضل لو كان فعال في مباراه اليوم. مباراه جميله جدا، مش نوع مباراه فعلا، راجل المباراه النهارده. لعيبه الاهلي كلها رجاله وكلها على يد واحده، ربنا يكرم اللعيبه كده. صراحة يعني في انتقادات لي بسبب الماتش الباير، ان هو مثلا في اللعيبه ما ادتش حلو، لكن هي اللعيبه ادت اللي عليها، واحنا كجماهير احنا علينا الدعم بس، مش ان احنا نحط التشكيل. هو احنا معاه لحد ان شاء الله السنه الجايه، وباذن الله ربنا يوفقنا وناخد البطوله باذن الله. برضه يعني تحس ان هم مخطوفين شويه، قلقانين شويه، بس واحده واحده ادائهم هيتحسن ان شاء الله. مبروك فوز النادي الاهلي النهارده، وعايز تقييم حضرتك للثلاث ماتشات لمستر موسيماني والاداء لعيبه الاهلي، وبنقول لك الف مبروك وصول النادي الاهلي للمركز الثالث. الله يبارك فيك، ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي المحترم. استاذ صبحي عبد السلام، استاذ منتصر الرفاعي، قام برنامج 2-0 بتغطيه احداث لقاء النادي الاهلي وفريق بالمراس على المركزي الثالث والرابع في بطوله كاس العالم للانديه. بالتأكيد ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره والفوز ببرونزية العالم للأندية. بالتأكيد من حق جمهور النادي الأهلي أنه يفرح بالميدالية البرونزية لتاني مرة في تاريخ النادي الأهلي، في تاريخ مشاركاته. إنما كمان سر الفرحة في اعتقاد الشخصي أنها جات على حساب فريق بطل البرازيل بالميراس. كل الناس كانت متوقعة أن حظوظه هو الأكبر في الفوز، لكن انا من وجهه نظري انه فرح الجمهور الاهلي اكتر انه الفوز على بالميراس والحصول على الميداليه البرونزيه، عشان ينسي الناس الاداء السيء والمتواضع لبطل افريقيا من بايرن ميونخ. وانا مستغرب جدا يا استاذ صبحي انه الناس بتشوف الانجاز في اخره. انت كان لك وجهه نظر في موضوع الانجاز. طيب هو انا طبعا مش هقلل من انتصار النادي الاهلي، لكن انا مش شايفه انجاز. نقول نتيجه طيبه، ليه مش شايفه انجاز؟ ليه؟ لما نيجي نبص للفيفا يا منتصر، الفيفا مصنف دوري ابطال القارات السته بالترتيب، عامل اقوى بطوله يعني. ابطال الدوري اقوى بطوله دوري ابطال اوروبا، الاولى في الترتيب، الثانيه في الترتيب امريكا الجنوبيه، تمام، الثالثه في الترتيب بطوله افريقيا، الرابعه اسيا، وبعدين بقى وسط افريقيا وكونكاكاف وبتاع. المهم ان ترتيب افريقيا على جدول الفيفا رقم 3. اذا لما النادي الاهلي يحقق المركز الثالث هو ما عملش انجاز، هو حافظ على مركز افريقيا في الترتيب. امتى كان يبقى انجاز؟ لو انت قفزت من الترتيب بتاعك الثالث ورحت زحمت على الاول والثاني، زي بطل المكسيك اللي جاي من الترتيب الخامس ووصل المباراه، ده عمل انجاز. فهمتني؟ مين تاني عمل انجاز وكان صاحب التمثيل الاكثر قوه بالنسبه للكره الافريقيه على مستوى البطولات؟ الرجاء المغربي. الاهلي شارك 6 مرات كانت اقصى نتائجه المركز الثالث. الرجاء المغربي في مشاركه وحيده طلع الثاني، ده اللي عمل انجاز. مازيمبي الكونغولي لما شارك في البطوله 2 ولا 3 صعد الى المباراه النهائيه، ده انجاز، حرك كرسي افريقيا. لكن ده طبعا لا يقلل ابدا يا جماعه، مش مقصود بان انا اقلل من انجاز النادي الاهلي، لكن ما هوش انجاز، هي نتيجه جيده يعني الاهلي حاول. طب ما هيجي الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي يقول له الصبح عبد السلام قال كده، هيقول لك طب ما انا اهلي تصنيف الثالث في الفيفا، كسبت الثاني، كسبت التاني اللي هو بطل امريكا الجنوبيه. انا بتكلم على ترتيبك، بس ده ممكن مردود عليه انه التاني هو اللي فشل. لا انا هو ده تاني، لا هو ده تاني، انت متخيل ان ده بالميراس مستوى اللي احنا كنا احنا كنا عايزين نشاهد كره قدم. هو اللي فشل والله، فريق ابيض. الاهلي كان افضل على فكره، الاهلي يمكن كان متحفظ شويه وخايف شويه من بالميراس، يعني احترمه زياده عن اللازم، فاهمني؟ لكن الاهلي كان يقدر يخلص في 90 دقيقه. انا بقول الاهلي كان افضل من بالميراس، بالرغم من الاستحواذ كان للنادي البرازيلي اكتر، لكن الفكره في ايه يا منتصر؟ انا بتكلم ده اخفاق من بالميراس، مش انجاز من الاهلي. له انجاز من الاهلي
واخفاق من بالمراز زي انت ما قلت. لكن انا بقول لك النتيجه النهائيه اللي انا بحكم عليها ايه، ان الاهلي خد مركز ثالث. هو ترتيبنا في البطولات القاريه، هو ترتيبنا في مدى قوه بطولات دوري الابطال القاريه على مستوى العالم. فانا بقول الاهلي حافظ على مستوى افريقيا، لا تراجع ولا تقدم خطوه واحد، محلك سر. بس في كلتا الاحوال الصبح لازم نقول الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، ميداليه مهمه جدا. لازم يعني تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهور النادي الاهلي فيها دلالات ومغزى كبير جدا، خاصه فيما يتعلق بتاكيد دعمه للشباب المصري في كل اللعبات الرياضيه. طب خلينا نستقبل على التليفون زميلنا الصحفي المحترم هشام حامد اللي كان متواجد في قلب الاحداث، يقول لنا عن كواليس كاس العالم اللي احنا لا شفناها ولا كنا موجودين فيها. استاذ هشام مساء الخير. مرحبا صبحي، اهلا بيك واهلا باستاذ منتصر رفاعي. وحشنا شيخ، مبروكين على البرنامج الجميل ومصحفين ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ، وحشتونا كثير بقالنا فتره مستنيينكم. وفي مثل هذه الايام طبعا كانت الذكرى السنويه الاولى لتتويج الزمالك باللقب السوبر الافريقي، كان يوم 14 اللي هو بكره، كان يوم 14 وبيوافق عيد الحب، وكل سنه وانتم طيبين. وانا عيد ميلادي كمان يوم 20 فبراير. كل سنه وانتم طيبين يا اتش. 20 فبراير ده يوم فوز الزمالك بكاس السوبر في الامارات برضه. لا انت عيد ميلادك حلو قوي. انتوا كانوا وشكم حلو علينا يا هشام والله في قطر. والله وانتوا وحشنا كتير، وانا سعيد جدا بتواجدكم مره اخرى على الشاشه، وربنا يوفقكم ان شاء الله ويكون برنامج ناجح ويصير قضايا مميزه وقضايا مثيره ولكل الانديه زي ما قلتم. ولكن نادي الزمالك طبعا بيضغط على علينا كلنا يعني بنفندو في الايام القادمه حتى يكون في منزله الشرقيه. كواليس كاس العالم للانديه عندك وانت كنت موجود يا هشام، قول لنا شويه كواليس وشويه اخبار اللي ما اتقالتش، يعني كنت شايفها ازاي، تابعتها ازاي، اهتمام. اتفضل. من البدايه عند وصول الانديه النادي الاهلي طبعا مش عايز اقلل من حاجه، يعني احنا كنا شفنا الزمالك لما وصل زي ما حضرتك اتفضلت وقلتوا في الات في المطار بلو وكده، لكن نقدر نقول الاهلي يعني في برضه طبعا ظروف كورونا وبتاع، نقول العشرات اللي كانوا موجودين يعني. ولكن الاعلام كيف تناولها؟ الاعلام تناولها بان ملحمه جماهيريه في استقبال الاهلي، ماشي ملحمه، بس لما يكون مثلا يعني اعداد وكده، انت في ظروف، انت تشير لهذه الظروف، ناهيك عن كل القنوات يعني كم التغطيات كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه مع صحفيين ومع الناس اللي هنا كله مداخلات متابعه. ايام السوبر الافريقي لم تكلف اي قناه نفسها في متابعه الزمالك سوى قناه الزمالك، وانتم موجودين وعارفين يعني. صحيح. ولكن يعني نجاوز هذه النقطه ونقول ان مجرد وصول الاهلي والاهتمام الكبير كان به جدا من كل الاوساط الرياضيه هنا وكل الجماهير العربيه خاصه. وعايز اقول لك برضه في جمهور الزمالك كتير كان بيحضر مباريات، وانت شفت الاعلام موجوده والمسانده، وكانوا بيتمنوا الفوز للاهلي. هي دي الروح الرياضيه يعني المطلوبه. التقييم يعني الاهلي لما حتى خذ الانجاز من قطر واخذ البرونزيه يعني، ولكن هذه المره كانت يعني ايه تقول بعد غياب طويل عن المشاركه، وكان يعني في تحفز كبير ان الفريق يحقق اكبر من كده. ولكن هو انا بقول القرعه خدمته يعني، هو كل يقول لك القرعه ايه يعني جاب ضده، والقرعه خدمته. لو القرعه وقعت امام المكسيك، امام فريق المكسيكي، كان بقت مباراه صعبه جدا. كنا شفنا فريق المكسيك تاهل المباراه النهائيه، وكان ميت قوي بايرن ميونخ، واعتقد انه فاز برضه في هدف يعني مشكوك في صحته يعني. هشام ازاي انت واللجنه المنظمه، اسمعني سؤال بس بعد اذنك يا هشام، ازاي شفت انت واللجنه المنظمه والناس الموجوده التصرف حسين الشحات وكهربا بمصافحه ابو تريكه، وبالتالي ايقافهم واستبعادهم من المباراه التاليه؟ والله هو كل اللي طلع ان الموضوع عفوي وكذا، لكن المفروض ان الاجراءات الاحترازيه يتم احترامها تماما. نظام الشطاعه الطبيه ده الصبحي ده يعني متعامل به قطر قبل كده، نظمت بدوري ابطال اسيا وانقذته من الالغاء، استضافت البطوله كلها بطريقه مجمعه في قطر بنظام الفقاعه الطبيه ايضا. يعني ممنوع حد يتجاوز هذه الفقاعه ويخرج بره عنها، من الفندق في
باصات محدده تهدف اللاعب لملاعب التدريب وتعود بها مره اخرى. نفس اللي بيطلعوا في الباص هم نفس اللي بيرجعوا، ممنوع الاختلاط مع حد من خارج الفقاعه الطبيه نهائيا، واكيد الاداريين منبهين على اللعيبه وعلى البعثه وعلى كله يعني. ولكن زي ما تقول برضه يعني حبوا ياخذوا اللقطه زي ما بنقول يعني، حسين الشحات وكهرباء يعني بيحبوا يعني ياخذوا اللقطات وكده. كهرباء ليه سواب في النقطه ديت، كثير من المواقف كان بيحب ياخذ لقطه كده في نهاية كاس مصر لما ضرب تعظيم سلام وضرب حاله عسكريه للكابتن محمود الخطيب. يعني مثل هذه الامور المفروض ان هو عارف ان هي في عقوبات تتوقع عليه لو تجاوزها. كلنا شفنا الفيفا يعني كان صارم في مثل هذه الامور ولن نتوانى رغم الطلبات ورغم عمل المسحات ورغم ذلك هذه الامور كلها، لكن النظام نظام ولا بد ان نتعامل على النظام. ليس ما مثل ما يحدث في مصر ان الايقاف في اربع مباريات نخليها مباراه واحده ومثل هذه الاشياء بتدار يعني بدون نظام وبدون لقاح. استاذ هشام حامد الصحفي الكبير جدا واخويا وحبيبي، طبعا سعداء انك كنت معانا، بشكرك جدا يا هشام، وان شاء الله نبقى دايما تكون معانا وضيف دائم على برنامج 2-0. اعتقد انه كان قريب من الحدث والكلام اللي قاله كلام مهم جدا. وبرضه اسهب في موضوع كهرباء لدرجه انه يمكن حرق علينا فقره كنا هنتكلم. لا نتكلم في الموضوع ده لما يجي وقته في فقرته، انما بالتاكيد يبقى الوقت اتكلم عن فقره كهرباء. قول لي انت كان ليك راي وجهه نظر في موضوع كهرباء. بالتاكيد انا شايف انه كهرباء يعني انا سمعته تقريبا مش عارف كيف مداخله امبارح لما قريت التصريحات بتاعته، بيقول ان هو دايما والده ووالدته ربنا يخليهم له يعني بيتعاملوا معاه دايما انه بيعلموه انه يتعامل بفطرته، وانه لما صفح ابو تريكه ما كانش عشان ياخد اللقطه. لا انا حابب اقول لك كهربا، انت عشان تاخد اللقطه انت خرجت نظام عامله الاتحاد الدولي، خرجت نظام عامله فريقك فريق النادي الاهلي بضوابطه المفترض انك تحترمها زي ما احترمها بيت زملائك اللي انت احرجتهم وقالوا لك انت وحسين الشحات انتوا احرجتونا قدام الناس، اشمعنى انتوا الاثنين تتسلقوا المدرجات وتروحوا تصفحوا ابو تريكه؟ اكيد انت عايز تاخد اللقطه. انا شايف انه النادي الاهلي مش قادر يحكم السيطره على كهربا، وده اللي حذرنا منه النادي الاهلي، مش عشان كهربا ترى كانوا بيزعلوا مننا لما قلنا كده. كانت ناس بتزعل بتقول لو تشوفها يا استاذ صبحي واكيد انت حضرتك متابع كم الـ يعني الاخطاء والتجاوزات اللي عملها كهربا في فتره يعني بمناسبه ان اعتقد راح الاهلي في يناير واحنا في يناير فبراير يعني تقريبا في غضون سنه كهربا توقف في مباراه السوبر الافريقي سوري في مباراه السوبر المصري قعد سنه بعيد عن الملعب بسبب التجاوزات والايقافات والقرارات المتعاقبه عليه سنه وبعد كده اتخفضت مش عارفه كم مباراه 10 مباريات ولا ايه عشان يلعب بقى المباريات، ثم خناقته الشهيره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتطاوله اللي حصل على النادي الاهلي زي ما سمعنا من كل زمايلنا واللي بيغطوا النادي الاهلي وكما تردد وقتها وقلنا الكلام ده كله، ثم كهربا انه يخرج تاني ويغيب عن فريق في مباراه مهمه جدا امام بالميراس وهو حسين الشحات، ده شايف انه تجاوز. الاهلي بيعمل ايه؟ غرم كهربا قبل كده غرامه كبيره جدا لما تجاوز، فتاريخ كهربا كله مليء بالاخطاء مش عشان ساب الزمالك، وعنده كمان غرامه موقع نادي الزمالك 33 مليون جنيه. اتفق معاك بس عايز اضيف حاجه صغيره من تصر. كلامك كله صح وانا بتفق معاه ضمنيا بالكامل، لكن كمان كهربا كان له واقعه شهيره جدا لما اعتدى على محمد فضل، كان عضو اللجنه الخماسيه لاتحاد كره القدم، خلصت بعد اتعرف. تعال نقول ازاي تعاملوا في كاس العالم للانديه الفيفا مع كهربا وحسين الشحات لمجرد انه تجاوز وراح اخترق الصفوف وعدى في المدرجات وسلم على ابو تريكه، ايقاف فورا مش كده؟ ما كانش فيه كلام. عندنا مع محمد فضل عضو وكان يمكن نائب، كان نائب رئيس اللجنه المؤقته لاتحاد كره القدم، عضو اللجنه الخماسيه، كان عضو اللجنه الخماسيه تقريبا، تجاوز في حقه وتطاول ومد ايده عليه، خلصت بقعدة عرب زي انت ما قلت. هو ده الفرق بين الكرة الاحترافية والعقلية الاحترافية اللي احنا بنصطدم بيها لما بنروح نلعب معهم، لان احنا ما بنعلمش لاعبتنا هنا ازاي تكون عندك عقلية احترافية، ازاي ما تفكرش في فكر المشجع او لعيب كرة القدم اللي في الشارع. صحيح. انت كهربا اسم كبير او المفروض انك اسم كبير، تصرفاتك يجب ان تتوافق مع قدر هذا الاسم. صحيح. لكن انا شايف ان كهربا من ساعة ما راح الاهلي زي انت قلت اسم كبير من جوه ما قداش. النهارده كهربا فقط بينزل في كل بطوله بيحسمها الاهلي في اخر 3 دقائق 4 دقائق بينزل يحتفل. طب اقول لك فقط اقول لك سؤال يا كابتن، انا اعلم جيدا ان موسيماني لا يرغب في كهربا
وقبل منه اعتقد كان فايلر مش عاوز كهربا، وانه كهربا يعني انا شايف انه ربنا يعني في حاجه حلوه في حياته حدد له النادي الاهلي هذا الكيان انه يتعاقد مع كهربا نكايه في مسؤول نادي الزمالك في هذا الوقت. الرغبات المشتركه تلاقت ما بين الاهلي وكهربا، انت ربنا يا كهربا عشان ما نبقاش برضو احنا يعني بنجلد او بنعيب على بلال، وهنتكلم في الموضوع ده انه بيحاول يعني يحارب مصطفى محمد، عايزين نقول انه كهربا انت رحت النادي الاهلي تحدثت الناس وتشدقت بانه كهربا الغير ملتزم في الزمالك هيلتزم في الاهلي. طب فين يا جماعه الالتزام ده؟ فين الالتزام ده اللي شايفه اللي مش شايفينه خالص؟ النهارده كهربا كل يوم مشكله كل موقف، وبعدين يطلع كهربا دايما يتحدث انه الناس بتسيء ليه وانه الاعلاميين مش عارفين. لا لا ما احنا اسفين يا عم كهربا، وانت كمل كده. احنا اسفين يعني سيادتك، احنا اسفين، احنا السبب انك انت رحت لزيرن السويسري وفشلت في بعد 6 شهور، احنا اسفين عشان انت رحت ستراسبورج السويس 6 شهور ورجعت انبي تاني لفريقك بعد ما كنت بتعمل مشاكل عشان تروح التجربه السويسريه دي، واعتديت على الكابتن خالد متولي اذكر في احد المرات، ثم انتقلت نادي الزمالك ب 7 مليون وكسب فيك تقريبا 60 مليون، قعدت سنه واتخانقت مع الكابتن محمد حلمي، رحت اتحاد جده تعلقت هناك وعملت مشاكل في اتحاد جده، ورحت مره تانية ما عملتش حاجه، جيت نادي الزمالك سنه وجروس مره يمشيك ومره يوديك، ورحت النادي الاهلي بتتحدث على الانضباط والالتزام، فين يا عم الانضباط والالتزام ده؟ منتصر. اتمنى انك تعود لصوابك وتدرك عشان نبقى بس الصبح حتى لو لم يقعد فوق لنفسه يعني لو ما عادش لصوابه هو حر في نادي الاهلي نادي كبير، لازم ما يبقاش الكلام على المبادئ والاخلاق تشدق امام نجوميه كهربا، ما بنشوفش لا العقوبات ولا بنشوفه بس بيطلع وبيطلع بس خطاب اعلامي لاستجداء الناس واللعب على مشاعر الجمهور انه كهربا بيحارب وانه الناس عايزه تويده، وهو يا استاذ صبحي في النهايه ما بيأديش على ارض الملعب وملوش دور في النادي الاهلي. والكارثه ان الجمهور بيصدق وكهربا مستمر ونفس الابواق قاعده بتهتف له وكهربا قاعد على الخط او بينزل يشارك في اخر دقيقتين. عموما فاصل وهنرجع لفقره صد رد، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم مرة تانية، أهلا بحضراتكم. الوقت بنبدأ مع بعض فقرة جديدة منتصر صد رد، برضو بنتناول فيها برضو القضايا المهمة والمصارعة على الساحة، واللي أخطر من قضية كهرباء ألف مرة هي الحرب المعنوية اللي بيتعرض لها النجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، هداف مصر رقم واحد والمهاجم الأول لمنتخبنا الوطني. للأسف مصطفى من ساعة ما بدأ يتفوق في الزمالك بيتعرض لحروب غير عادية من ناس ما تعرفش إيه المطلوب من مصطفى محمد علشان يعمله. يعني انا حد مره قال لي على مستوى منتخب مصر انسى يبقى حارس المرمى من الزمالك والسترايكر او راس الحربه من الزمالك، الزمالك لازم يبقى اي مدافعين لاعبين خط وسط. انا لما سمعتها الاول يعني عارف خدتها بهزار يعني حد بي، لكن جيت درست الموضوع فعلا كان مهاجمنا في كاس العالم مروان محسن. انت فاهم الكارثه؟ مش بقلل من مروان محسن لكن هي حجم امكانيات. انا بنتقد المدرب اللي فشل في 3 سنين كوبر في مصر انه يعمل مهاجم لمنتخب مصر. هل كوبر كان مستسلم لهذه المساله لدرجه انه ياخد مروان محسن المحترم علشان يكون مهاجم مصر في كاس العالم ثم كاس الامم الافريقيه؟ لا سجل في كاس العالم ولا سجل في كاس الامم الافريقيه وما زال البعض بيطلق عليه لقب مهاجم مصر الاول. انت ايه رايك في القضيه مروان محسن بجد؟ ايوه ارجع لاصل القضيه وخلينا في مصطفى محمد. مروان لعب كويس جدا غير موفق في النادي الاهلي، يعني حتى النادي الاهلي جدد له 3 سنين مش عارف بأمارة ايه. مش تقليل من مروان على المستوى الفني، انا كنت بشوف مروان في فتره من الفترات انه محطه كويسه الناس بتسند عليه وتبقى جايه من تحت، انما انا زهقت من كلمه محطه دي. انا زهقت لا محطه ايه ده ولا محطه مترو كده. المحطه في وقت من الاوقات بتكون مفيده للفريق، بيصنع فرق لزمايله، لكن مفيش الكلام. خلينا نرجع للقضيه الاصليه وهي مصطفى محمد. ماشي. انت مع اللي بيحصل لمصطفى محمد من اغتيال معنوي؟ بالتاكيد انه في، انا مش عارف بصراحه عامل ايه لاحمد بلال. مش فاهم يعني، ده لو احمد بلال يعني كان مأجر منه ما بيدفعش الايجار مش هيعمل كده يعني النهارده. وبعدين يا جماعه النهارده لما بتبقى الشمس طالعه ما ينفعش الواحد يبقى اعمى ويقول لا مش طالع. معانا تصريحات احمد بلال هي اللي دايما يقولها في حق مصطفى محمد. انا شايف ان احمد بلال بيحاول، وانا اشتغلت مع بلال وهو على المستوى الشخصي يعني علاقتنا طيبة جدا، إنما أنا شايف إنك أنت متربص عاوز تستعيد نجوميتك وبريقك
على كتاف مصطفى محمد، وكل ما بتنتقد مصطفى ربنا بيكرمه. يعني انت انتقدته ايام الدوري راح سجل في بيراميدز وليله مباراه الاهلي والزمالك في النادي الاهلي، يعني ده طلع وياسر ابراهيم مش عارف اتحدف في حته تانية كده في الملعب وسجل، ربنا كرمه راح جلطة السراي بتقول انا ما اتفرجش على الدوري التركي. مش الزام عليك تتفرج على الدوري التركي، بس النهارده ما فيش مصري ما بيشوفش اهداف مصطفى محمد على اليوتيوب او على مواقع التواصل. هاخد من كلامك وقول على حاجه صغيره، انت بتقول مش متابع الدوري التركي، طب ليه متابع مصطفى محمد؟ لان مفترض ان مصطفى محمد دلوقتي بيمثل الكره المصريه في الدوري التركي، فانت متابع مصطفى والدوري يا مش متابع الاثنين. ففكره انك تنتقد مصطفى ومش متابع الدوري، فدي انا شايفها مش مظبوط. انا بعد ذلك الصبح انا اعتقد ان احمد بلال متابع مصطفى محمد اكتر ما متابع بلال ابنه، لانه عامل له شويه بروباجندا وشويه سؤال. لا انت بص أوكي. عشان تضرب في بيت الناس بيستضيفوا البرامج عشان يسالوه انت ليه بتهاجم مصطفى محمد. طيب انا عايز اقول لك انه في كونيا سبورت لما لعب بلال لعب حوالي 16 مباراه المحترف في الدوري التركي مع كونيا سبورت، حط كام جون في 16 مباراه؟ 3 اهداف. محمد مصطفى محمد حطوه في اول ماتشين، صحيح فاهمني؟ وبعدين كونيا سبورت احد انديه المؤخره، يعني الانديه القليله في الدوري التركي. مصطفى محمد بيلعب في زمالك واهلي تركيا، صحيح. ومع ذلك سجل 3 اهداف في اول مباراتين. ده ادعى ان انا اقف في ظهر الولد واشجعه، لانه اخيرا بقى عندنا سترايكر بمواصفات المهاجم الهجام اللي كنا بنفتقده من ايام حسام حسن وجمال عبد الحميد، ولا نقطع فيه علشان نفرد المساحه ونوسع الطريق لاشباه مهاجمين. يعني هو المقصود منها انه دايما الصوره تبقى في منتخب مصر، الصوره تبقى من خارج نادي الزمالك ولا ايه؟ مصطفى محمد بامكانياته الكبيره جدا يكفيه شهاده يعني الخبراء المحترمين ونجوم الكره العالميين اللي لعبوا كره بجد. النهارده لما حد يتكلم على مصطفى محمد او تجربه الدوري التركي يتكلم عليها احمد حسن لعب فتره كبيره جدا، اتكلم عليه الكابتن ايمن عبد العزيز طبعا فتره كبيره جدا في الدوري التركي. النهارده مصطفى محمد مش محتاج لا بلال ولا غير بلال لانه حد يقيمه، لانه تجاوز التقييم بادائه وبقتاله وباجتهاده سواء مع منتخب مصر وهو مهاجم مصر الاول. كابتن حسام البدري هيعتمد عليه لانه ما هو مهاجم مصر الاول، المنتخب الاولمبي بيعتمد عليه هداف كاس الامم في افريقيا. يبقى ان انا اقول لك ما ينفعش النهارده اعلاميين لعبت للنادي الاهلي او نجوم لعبوا للنادي الاهلي لما بيجوا يتكلموا عن حد مصري نموذج لمصر زيه زي محمد صلاح بفخر العرب وفخر مصر كلها، زيه زي احمد حسن كوكا اللي طالع من الاهلي، زيه زي احمد المحمد اللي طالع من انبي بعد اذنك الصبح، زيه زي كل النجوم اللي بيمثلوا مصر. النهارده ما ينفعش تتكلم عليه علشان ده طالع من الزمالك خالص إيه؟ ما هو ده اللي احنا بنقول، اللي يتكلم على الزمالك وبقول بيثير وبعدين هو خلع تيشيرت الزمالك وراح لعب في الدوري التركي فهو ما بيمثلش الزمالك دلوقتي، هو بيمثل مصر، دلوقتي بيمثل مصر. برافو عليك. زيه زي ما قلت انا حتى يمكن في اخر مقال كتبته قلت زي ما الناس كلها طلبت المصريين يقفوا ورا النادي الاهلي واللي هيتهم بالخيانه العظمى وانه غير وطني اللي ما يشجعش الاهلي، يبقى من باب اولى اقول انه غير الوطني اللي ما يقفش دلوقتي في ظهر مصطفى محمد ومحمد صلاح وتريزيجيه وكل لعبتنا الموجوده في الخارج. انت سمعت شادي بعد اذنك كابتن شادي محمد بيقول لك انا الكابتن التاريخي للنادي الاهلي. طب يا عم الكابتن التاريخي يعني يبلع ريقه كده وياخد باله من التصريحات ده؟ قال لك انا بص الروح الرياضيه، شفت الروح الرياضيه ايه بقى؟ انا هدف مصطفى محمد حلو، شوف الروح الرياضيه عشان هو طالع من الزمالك. تخيل اعتبر ان هو عشان قال على هدف طيب. انه ده روح رياضيه عندنا وكانه عندنا فقره ثانيه لا تقل اهميه منتصر اكيد، وهي قضيه الدوري كره اليد، الدوري الحائر اللي اتحاد كرة اليد بيدينا 4 مواعيد والبطولة لن تقام. الموسم الماضي كان عندك مبارتين اتنين عشان الدوري يخلص، لا احنا قربنا نخلص الدوري الجديد والمبارتين دول متعلقين. انا بقول ان اتحاد المصري لكرة اليد في قفص الاتهام، وكل المبررات اللي اتقالت غير مقبولة بالمرة. انتوا انتظرتوا الدوري الوحيد في لعبة جماعية اللي كان متصدره الزمالك وقريب من الفوز بيه، كان محتاج له نقطه من مبارتين ولا حاجه. لا هو كان لو كسب الاهلي عنده مباراه مع الجيش والزمالك عنده مباراه مع الاسبوع، لو كل الالعاب اللي انا عايز اقول محتاج يتعادل مع الاهلي. انا عايز اقول ده انا اقول لك على حاجه تانية. انا بقول الزمالك كان متقدم بالدوري، كان متصدر الدوري. لو هم دوري الباسكت اللي كان متقدم للاتحاد كمل وخده، دوري الطايره اللي كان بيتبوى الاهلي صدرته كمل وخده، دوري كره القدم في كورونا كمل والاهلي خده. الدوري الوحيد اللي كان واقف عشان الزمالك يتوج بيها على ماتش ونص، اتحاد كرة القدم ما زال بيسوف في المسألة، اتحاد كرة اليد بيسوف وبيعلن لنا 4 مواعيد واخرهم قال لك بعد كأس العالم. كأس العالم خلص والبطولة ما اتلعبتش، والزمالك انا شايف كده انه في، مش عايز اقول في تعمد لابعاد اللقب عن نادي الزمالك، ولكن انا عندي الاحساس ده. انا اتكلمت مع المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد وكان رئيس اللجنة المنظمة في مونديال اليد،
عايز اقول يا جماعه يعني لا يليق بمصر العظيمه اللي نظمت مونديال اليد تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجحنا في التنظيم بشكل مبهر. ايضا لاعيبه الزمالك كانوا القوام الاساسي لمنتخب مصر في اليد. بالتاكيد النهارده المباراتين دول لازم تلعب. هو قال لي ان شاء الله خير يعني، فهو مستعمل هجوم الجماهير وجمهور التلفزيون مش قال لازم الشتاء. طب ما نسمع الاجابه من حماده عبد الباري رئيس غرفه كره اليد في الزمالك. يا حماده مساء الفل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك كابتن حماده. اهلا بحضرتك. سمعتنا واحنا بنتكلم عن ازمه اليد يعني والمباراتين اللي هم مباراتين حائرتين وكان بطوله هناك من لا يريد لها الكمال، يعني رايك في ايه وانت مسؤول عن كره اليد في نادي الزمالك وبتتعاملوا مع الموقف ده ازاي؟ ليه الهدوء كده فجاه يعني؟ لا مفيش هدوء ولا حاجه، احنا مستنيين قرار الاتحاد بمواعيد المباريات، مش كمان الدوري وبس، ده احنا اساسا الدوري فاضل له ماتشين والكاس فاضل له ماتشين. سيمي فاينل للفاينل. كان المفروض يستكمل سهله يعني. واحنا بنطالب باستكمالهم فاهمني؟ وبعتنا للاتحاد قبل كده وان شاء الله في بكره خطاب رايح لوزير الشباب والرياضه. ايوه. خلاص؟ علشان جميع المسابقات طبقا لتعليمات الدوله تم استكمالها. عدا مسابقة كرة اليد فقط لا غير بالنسبة للمحترفين، مع الوضع في الاعتبار بقى كمان ان البطولة بتاعة المحترفين دي استكملت ما عدا المباراتين دول، يعني في ناس صعدت وناس هبطت. طب ده كلام. ورغم ذلك المباراتين، ولذلك احنا بنطالب بإقامة المباريات بالقائمة بتاعة 2019 القديمة 2020. ايوه طبعا. طب هم خرج التصريحات من الاتحاد مصرين يلعبوا على القائمة الجديدة. هي المشكلة يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمة، الناس على فكرة في السوشيال ميديا فاكرانا متقاعسين عن هذا الموضوع. يعني لا، احنا بنشتغل كويس قوي وحاجة من الاثنين حضرتك. احنا طالبنا اختبطنا واختبط بسيادة الوزير حاجة من الاثنين. لو لم يعلن لو لم تستكمل مباريات الدوري يعلن الزمالك بطل. يعلن نادي الزمالك بطل للدوري. مظبوط. مع احتفاظ نادي الزمالك بالاشتراك في اي بطوله الابطال الكؤوس علشان احنا المصريين للسيمي فاينل. صحيح. يبقى الموضوع منتهي. ليه حضرتك؟ لان البطولات المحليه دي هي طريقنا للبطوله العالميه لبطوله العالم من خلال بطوله افريقيا سواء دوري او كاس وبطوله السوبر الافريقيه. احنا حاملين اللقب بتاع بطوله الدوري واشتركنا في بطوله العالم السنه الماضيه خدنا خامس خلاص. لكن 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 في نفس الوقت حضرتك انا في السنه دي عندي في شهر 5 بطوله كاس افريقيا وفي شهر 10 بطوله ابطال الدوري، يبقى لازم تعلم نشوف المواضيع ايه بالظبط. طبعا يعني لازم كده. فاحنا مش ساكتين، لكن احنا ما بنحاولش نثير الرأي العام. احنا بنتكلم مع الاتحاد باحترام خلاص، ومعانا إدارة محترمة بتسمع آرائنا كجهاز وبتبعت للجهات المعنية. إن شاء الله هيتلعب الدوري إن شاء الله، وكمان لو ما تلعبش إن شاء الله يبقى احنا أبطال الدوري. أصل على فكرة يا جماعة لازم الدوري ده يستكمل لسبب واحد، انا عندي مستحقات ماليه للاعبين مرتبطه بالنتائج بتاعت الدوري العام. بالظبط بالظبط. طب عايز اقول لك ان انت كمان عندك ماتش يوم الخميس مع الاهلي يا كابتن حماده، والناس عندها قلق شويه بعد الهزيمه الاخيره. اتفضل. انا هقول لحضرتك حاجه صغيره عشان الناس برضو ما يعني ما عشان ماتش امبارح بتاع نادي سبورتنج. طبعا هزيمه مفاجاه يعني. يعني لا، ما هي بص حضرتك هي مش مفاجاه، هو احنا كنا ما جيناش اساسا، احنا اكننا ما لعبناش. حلو. ليه بقى دي اوف يعني؟ ليه حضرتك؟ انا عندي لعيبه معظمهم كانوا في منتخب مصر. خلاص الكيرف بتاعهم هيبدا ينزل بتاعهم لانهم وصلوا للقمه في منتخب، وصلوا للقمه في بطوله العالم. طبعا ادي رقم واحد. رقم اثنين، الفرقه ما اتضربتش مع بعض لاسباب مختلفه. يعني مثلا امبارح اول يوم يلعب امبارح ليه حضرتك؟ لانه دخل الجيش خلاص.
فبالتالي ما اتمرنش. مثلا احمد الاحمر ظهره في حاجه في ظهره يعني، لكن كل ده، لكن احنا بنحمد ربنا ان النتيجه دي جت في ماتش سبورتنج. ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي احنا بنوعد جمهور الزمالك ان شاء الرحمن بالفوز ان شاء الرحمن ان شاء الله. كابتن حماده شفت انجاز يعني لاعبيه الزمالك ومقام الاساس المنتخب مصر في بطوله العالم لليد، شفت الاداء ازاي وشفت لحظات العصيبه في مباراه الدنمارك ازاي؟ بقول لك يا استاذ ازيك الاول يا منتصر، الله يخليك كابتن حماده. بص يا حبيبي، انا نادي الزمالك ده هو قوام فرقه منتخب مصر لكره اليد، سواء المحليين اللي موجودين في مصر أو المحترفين اللي موجودين في الخارج. طبعا. يعني حقيقي قدموا أداء رائع جدا جدا جدا. والله الناس مش هتفرح بمنتخب مصر لو كان خد بطولة العالم. ليه حضرتك؟ لأن هي بالنسبة لهم يعني مصر بعيدة عن الفوز بالبطولة. لكن ماتش الدنمارك علق الناس باللعيبة. يعني حقيقي خلى ناس في لحمه بينهم. يعني احنا رغم ان احنا اتهزمنا كان في فرحه. صحيح. ولا ايه رايك؟ لا طبعا صحيح. اكيد يعني الاداء، الناس كانت راضيه على الاقل على الاداء بتاع المنتخب. لا مش راضيه وبس يا وسعيده يعني كمان. يا بص حضرتك، اما يبقى في النهائي السويد والدنمارك فرقتين كسبوهم بصعوبه، الفرقتين اللي كسبونا بصعوبه في خلال البطوله لو بصعوبه وبسبب الحكام صح للسويد دور مجموعات وبسبب سوء الحظ او عدم التوفيق في ماتش الدنمارك، لكن احنا قدمنا اداء عالي. صحيح. بص مصر كلها يعني كانت ورا البطوله دي. دوله عملت بنيه تحتيه محترمه واربع صالات على اعلى مستوى واجراءات احترازيه غير طبيعيه. مفيش لعيب في 32 فرقه ما شكرش في هذه البطوله. صحيح، وده المكسب الحقيقي يا كابتن حماده، انه مصر نجحت تنظيميا في البطوله. طبعا وبالتاكيد يعني انه برضو دور نادي الزمالك بجد برضو، وبرضو عشان الناس ما تتكناش على الكابتن هشام نصر. كابتن هشام نصر بيشتغل في منظومه اسمها اتحاد كره اليد. طبعا صحيح. لكن في بتبقى في ظروف خارجة عن إرادة الاتحاد بالنسبة لحاجات معينة، مش ضروري كل حاجة تتقال. ان شاء الله كابتن حماده، ان شاء الله كابتن حماده الكابتن هشام نصر هيستجيب للراي العام، وده الحق اللي احنا بنطالب بيه من برنامجنا كده، ان نادي الزمالك يستكمل مبارياته وهنشوف مين البطل. يعني مش محسومه للزمالك، والزمالك الاقرب بشكل كبير، انما هي مش محسومه. بشكر حضرتك اللي على تواجدك معانا، ودايما يا رب ان شاء الله كره اليد الزملكاويه مفرحه مصر كلها، ابطال القاره الافريقيه ومشرفينا دايما بيبقوا في المونديال. هنطلع فاصل ونرجع بعد ما نشوف تقرير عن شهداء نادي الزمالك في احداث الدفاع الجوي اللي كانت يوم 8 فبراير. ربنا يرحمهم ويرحم امواتنا جميعا ويرحم جميع شهداء مصر سواء من الزمالك او جمهور النادي الاهلي. اللهم امين. والحكايه ما بتنتهيش، حكاية عشق آخرها الموت. 8 فبراير 2015، حكاية يوم كانت بدايته زي امبارح وزي بكرة وزي اليوم. حكاية بنت بدأت يومها من بدري تلحق تفاصيله من الأول. حكاية شاب فتح عينه على علمه شافه امبارح في حلمه. ومين حيلعب ومين حيسجل الأول. حكاية راجل نسي همه وساب عمله وشال علمه وعايز يوصل الأول. كنت رايح الماتش وأنا مش مستنية ثانية واحدة، لو تكمل يا صلاة مش هقدر أكمل، لأنها كانت هالة عندي يعني حاجة كبيرة. راح الماتش كانت فرحانة، أنا كنت بحوشها ما بقول لها ما بتروحيش.
وبعد ما لبسوا وطلعوا هي واختها رجعتها ما رضاش ترجع راحت. اتفرجوا على الماتش لقيت اختها بترن علينا بترن علينا تقولنا علينا يا ماما هلا بتموت مني. على ما رحنا المستشفى لقيتها في حاله يعني ما يعلم بها الا ربنا. راحت على رجلها هلا وهي جايه انا جبتها ميته يعني. فهلا كانت كل حاجه بالنسبه لي وهلا عمر ما عوضها تاني. وبعدين من حبها نادي الزمالك هي واخواتها وعيل عمها كان حب انا ما شفتش في حياتي ناس بيحبوا الزمالك بالطريقه دي. يوميها صحينا بدري جينا هنا القاهره عند عمتي بيتنا عندها قبلها بيوم. إيه رحنا جبنا التذاكر وبعد ما دخلنا الممر جوه اول حاجه احنا كنا ماشيين مع بعض انا وهي وبنغني ومبسوطين جدا لقينا حاجات بتتحدف علينا حاجات بتترمي علينا جامد كده كله اتفرق عن بعضه ما عرفتش اساسا ولا امسكها ولا عرفت اي حاجه. وكان حوالي اكتر من 30,000 في الممر. اول ما الكنابل اترمت علينا كله خد دير على طول وقع كلنا وقعنا على بعض كلنا وقعنا على بعض. إيه انا يعني كله طلع يجري في مكان تاني. سبنا بعض ومشينا بعدها بحوالي 10 دقايق كده قاعد عشان اشوفهم فين لان ما كانش حد معايا ولا اخواتي ولا اي حد معايا. ورحت ببص في الممر كده لقيت ناس كتير قوي مرميه على الارض ولقيتها في جنب كده على الرصيف. وعلى ما رحت اشوفها وكده بعد الناس اساسا مرميه وفي كنابل تاني بتترمي على ما شفتها لقيتها خلاص. يعني في ناس كتير جم شافوها وكده فمحدش كان راضي اللي هو يكلمني يعني ويقول لي هي مالها. خدتها ورحنا على المستشفى في الدفاع الجوي هناك. الساعة 3 رنيت على اهلي قلت لماما كلمت مرات عمي وقلت لها هلا توفت بس ما تعرفيش ماما وكده. كان معنا تذاكرنا والله اليوم اللي هو محمود كان رايح في النادي قبلها بيوم قال لي انا رايح النادي. قلت له حبيبي احنا مش بتوع نوادي. قال لي انا اول مره اروح واجازه الميعاد قربت تخلص وكده وهم اللي قالوا لنا تعالوا وكده ودعوه ومعايا معانا تذاكر هنروح بيها. ويوم كان يوم عيد ميلاد اخوه قال لي هاخد مصطفى معايا وبعد ما نخرج من الماتش باذن الله نحتفل بعيد ميلاده. قلت له ماشي بس حاسبوا على نفسكم. جه مش الصبح صحي وكان بيجهز نفسه ومشي على الساعه حوالي 4 كده وخد اخوه معاه واصحابه وحصل اللي حصل له. بس حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اذاهم. حسبنا الله ونعم الوكيل مش هقول اكتر من كده. هما في الجنه باذن الله. هو في الجنه وهما في الجنه باذن الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل مش هقدر اقول اكتر من كده. واحنا كلنا زملكاويه ومتعصبين بالزمالك وبنحبها وكل حاجه بس مش لدرجه الموت. مش لدرجه الموت ان احنا حد مننا يموت. حتى نلقاكم سنظل دوما على العهد. خليني ذكرى تعيش الفكره للخلود. طبعا يعني احنا زي ما انت قلت يا منتصر بنطلب الرحمه لكل شهداء كره القدم المصريه وبنتمنى ان شاء الله انه زي ما كانت كره مصر دايما كره نظيفه ما فيهاش مشاكل ما فيهاش ازمات ما فيهاش اثاره ما فيهاش تعصب ما فيهاش دم ان شاء الله نكمل على كده. وانتهت احنا عرفنا الظروف اللي كانت بتقام فيها المباريات وعرفنا الظروف اللي كان فيها شهداء الاهلي في بورسعيد كانت عامله ازاي. دي انا بعتبرها منطقه بره الزمن بره عادات وتقاليد وعقائد الشعب المصري. فان شاء الله دايما نبعد عن المشاكل في ملاعبنا. لازم نتعلم من الاخطاء اللي حصلت دي. يا رب ما يوجعش قلب ام ولا في فقدان ابنها ولا اي حد من ذويه. دي الروح المفترض تبقى يعني موجوده ما بين الجماهير الاهلي وجماهير نادي الزمالك كل جماهير الانديه ان كره القدم يا جماعه بتلعب من اجل المتعه. ده بياخدنا استاذ صبحي انه لازم يبقى كل الانديه بتاخد حقوقها. لازم اتحاد الكره النهارده الاستاذ احمد بجاهد يخلع الفانيله الحمراء ويبص للانديه كلها استاذ صبحي بحياديه. ما يبقاش في جمهور حاسس انه ناديه مظلوم.
فبالتالي النهارده لازم يبقى في حياديه وعداله مع كل الانديه، الصغيره قبل الكبير ياخد حقه عشان الناس ما تشعرش بالظلم. تعالى بقى انت خليت جسمي اشعر، تعالى بقى نمسي على اخونا وحبيبنا وصديقنا الصدوق احمد جمال ونبارك له على برنامجه الجديد ان شاء الله. يا كاريزما صباح الفل. يا صباح الفل صباح الانوار حبيبي يا حماد. حبيبي يا حماد ربنا يخليك منورنا في برنامج 2-0. تحياتي ليك يا استاذ صبحي وتحياتي للمنتصر الدفاعي صديقي واخويا، ربنا يوفقك ان شاء الله. يعني انت احمد طلعت قبلنا بيومين وعملت حلقات كسرت الدنيا، حطيتنا احنا في موقف صعب يعني. لا لا لا، انت قيمة ثابتة وانتوا تزودوا اي مكان يعني انتوا حاجة جميلة جدا ونضافة كبيرة جدا لاعلام التلفزيون الرياضي طبعا ان شاء الله، وقناة الصحة والجمال تتألق وتظل تلقى بوجودكم على كيد ان شاء الله، انت وحبيبي وصديقي الاستاذ منتصر الدعم. حبيبي ابو حميد ودايما موفق، وانت وحش الشاشة زي ما انا مسميك. عملت ثلاث حلقات ولا اروع، رغم يعني قناة الحدث الجارة اللي عزيزة علينا، كان لنا تجربة كلنا ناجحة مع بعض، إنما أنت جمهورك بيحبك، كل الناس عارفة قيمة أحمد جمال كمذيع وحش على الشاشة، بيتكلم بمنتهى القوة والجرأة وبيتكلم في الحق دايما، فمن هنا أنا ببارك لك وبارك لكريم أبو حسين وائل عباس كل مجموعة العمل معك. أهو افتكر افتكر وائل عباس أهو أحمد يا جماعة. أنا أقصد وائل ده قدامي. أنا عايز أقول لكل جمهوركم الكبير اللي بيتفرج عليكم، طبعا أنتوا كنتوا أسود فما كنتم موافقكم وعملتم الواجب اللي عليكم، ويمكن الحمد لله أديتوا رسالة إعلامية محترمة جدا أستاذ صبحي. أنت بتقول طبعا كل الجماهير وأستاذ منتصر رفاعي والناس صدقتكم وحبتكم من مصداقيتكم من أنتوا بتثيروا الجدل دايما بآرائكم الصريحة، وإن شاء الله تكتملوا عن نفس النهج، وإذا كنت أنا بعمل حاجة فأنتوا قبلية وبعدية وانتوا اساتذه كبار وعلى دماغنا كلنا والله. حبيبي احنا قلوبنا عندك وانت قلبك معانا يا ابو حميد، ودايما موفق ان شاء الله. ربنا يخليك. مكالمه كانت سعيده جدا، ويعني بنشكرك على المداخله يا احمد ودايما معانا. ربنا يبارك لكم وربنا يوفقكم. شكرا. تسلم يا حماد، ربنا يخليك. شكرا. زميلنا احمد جمال عامل برنامج هايل جدا جدا، وبرضه تحس ان صوت الزملكاوي بدا يرجع اللي كنا متعودين عليه في اكتر من قناه واكتر من حد بيعمل برامج. أنا شايف إنها مهمة جدا. أنا بس عايز أقول لك حاجة في الموضوع ده، أنا مش قصة صوت زمالك وصوت أهلاوي، هي قصة أنت بتقول الحق وبتقول الرأي الصادق الجريء وبتتكلم بطبيعتك بدون مواربة وبدون مجاملة وبدون تزويق الكلام. أحمد جمال حتى في برنامجه هو كريم أبو حسين وائل عباس زي حالتنا كده. طبعا مجموعة متجانسة إخواتنا. كل الأندية طبعًا. يعني نادي الزمالك إحنا زملكاوية مش بنتبرأ من كده ومش هنغير مواقفنا. لا طبعا ده شرف. وده شرف ما بعده شرف وإرث هنورثه لأولادنا يعني، إنما النهاردة مش معنى انك انت بتكلم على حق الزمالك انك انت ضد الاهلي، لا انا بتكلم على حق الزمالك. عندنا تليفونات يا محمد، انت فتحت للجمهور ولا ايه؟ طيب طبعا احنا بنقول للسادة المشاهدين ان شاء الله، لان كنتوا جزء اصيل من البرنامج واحنا طالعين زي ما قال منتصر وانا بسأله جاهز يا منتصر، قال لي راجعين علشانهم. صحيح. فدايما هتكونوا معانا في كل حلقة، هنفتح خطوط التليفونات مباشر معاكم، ادخلوا معانا انتقدونا، اتكلموا في موضوعات الحلقة، اقترحوا علينا، قولوا اي حاجة هنقبلكم وهنسمعها، لان البرنامج ده ملككم انتم مش ملك حد تاني. صحيح. طيب الجمهور حاجة عظيمة. طب جدا. اسمح لي، انت 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 معاك بقى حبيبك الكابتن احمد عيد اخطر خطير في العالم. كابتن احمد مساء الفل. الو كابتن الو عيد معنا. الو كابتن احمد. ازيك كابتن احمد؟ الحمد لله تمام. مساء الفل عليكم او صباح الفل بقى، احنا عندنا 19. اتفضل. طبعا سلامي الاستاذ صبحي طبعا بالاعلاميه او بالاساس. حبيبي اكثر خطير، ما بيعدكش الاصول، ما بتتعداش الاصول. واستاذ منتصر حبيبي واخويا طبعا منورين، ومبروك على البرنامج ان شاء الله يكسر الدنيا، وانتوا ناس المحترمه اللي اصحاب كلمه حق دايما يعني. ربنا يخليك. كابتن احمد اخطر خطير طبعا نجم كبير، نجم يعني اضاف للكره المصريه كتير جدا، حتى وانت بتلعب في حرس الحدود نادي مؤسسي مش نادي جماهير، انما فرضت بصمتك وبادائك وبقتالك في الملعب وبروحك الحلوه، كنت عنصر اساسي في منتخبنا الوطني وبطولات منتخبنا الوطني، اكيد اضافه كبيره جدا. انما انت النهارده احمد عيد
على السوشيال ميديا وعلى المستوى الفني دلوقتي مدرب نجم نجوم مصر نادي الشمس مدير فني برضه اخطر خطير وانما بس برضه بتلعب الناس وبتثير الجدل. كان ليك تعليق على مباراه الامس الزمالك والمولوديه؟ يعني طبعا انا متشكر على الكلام الحلو دوت فاضل. هو طبعا ماتش امبارح كان ماتش صعب على جماهير الزمالك الاول. شايف طبعا الاداء كان اداء بشكل كويس لنادي الزمالك، بس طبعا رعونه ضاع الفرص، مفيش تركيز قدام المرمى، والكلام ده موجود بقاله يعني يمكن من بدايه الدوري. ده بأثر على اهداف نادي الزمالك اللي بنحرزها في الماتشات. يعني انت اقل ماتش من الماتشات اللي فاتت نادي الزمالك اقل حاجه يحرز 4 أو 5 اهداف في الماتش، فالحاجات دي بتاثر طبعا في النتائج. بتمنى معالجتها الفتره الجايه. طبعا كانت بدايه لينا في دوري المجموعات، البطوله طبعا بطوله غاليه علينا ونفسنا ترجع لنا جماهيرنا الزمالك طبعا، وان شاء الله ترجع باذن الله. يمكن بدايه البطوله يعني مش موفقين في الثلاث نقط، بس موفقين في الاداء. انا مطمن ان شاء الله من فرقه نادي الزمالك الفتره الجايه، ان احنا كنا احق البطوله اللي فاتت كاداء ككل حاجه ككوره. يعني كنا احق ان احنا ناخد البطوله وربنا ما وفقناش. بتمنى من اللعيبه يبقوا لها الحاجات ديت ويعوضوا جماهير نادي الزمالك الفتره الجايه. رغم فقدان نقطه يا كابتن احمد، انا بقول انه الزمالك بالمجموعه دي من وجهه نظرك بقى قادر على انه يكمل ويوصل النهائي المره الثانيه على التوالي؟ طبعا نادي الزمالك يمكن هو احنا تاثرنا بغياب مصطفى محمد بس اللي خرج من التشكيله الاساسيه. يمكن الباقي اللي هو الفرقه متكامله في كل مكان، هو يمكن حته راس الحربه لسه مروان راس حربه جديد ما تاقلمش. طبعا انا شايف اللي هو اتظلم امبارح اللي هو خد في ماتش افريقيا على طول بالشكل السريع دوت. يمكن لكن كواليتي اللعيبه اللي موجوده في فريق نادي الزمالك يمكن بيتهيألي هو اقوى في افريقيا يعني، ويقدروا يوصلوا لنهائي افريقيا للمره الثانيه وباذن الله السنه دي يحققوا البطوله يفرحوا بقى جماهير نادي الزمالك. يعني بتقول احنا الاحق كنا بالنهايه دوري ابطال افريقيا بلقب افريقيا، شفت كنت شايف الزمالك لو في كاس العالم للانديه هيبقى الاداء ازاي مقارنه باداء النادي الاهلي؟ وشفت انجاز النادي الاهلي في الثلاث مباريات ازاي؟ بص هو انا شايف ان يعني اللي وصل له النادي الاهلي مثلا اللي هو مركز ثالث وبتاع والكلام دوت، هو البطوله كلها بتتقاس طبعا ببايرن ميونخ، ماتش بايرن ميونخ والفرقه بتاعت سانتوس. انا شايف ان الاداء بالميراس بالميراس هو كان بيلعب سانتوس في النهائي صح، انا نسيت يعني كان بالميراس وسانتوس نهائي الكوبا ليبرتادوريس صحيح. يمكن هو الماتش كان يعني الماتش كان ماشي، بايرن ميونخ كان في فرق واضح، فرق كبير جدا بين النادي الاهلي وبايرن ميونخ، وده واضح اصلا للناس كلها، او كان اي فرقه هتلاعب بايرن ميونخ كان هيبقى الفرق ده واضح بينهم وبين اي فرقه من افريقيا عموما. يعني طبعا فرقه نادي الزمالك يعني ككواليتي لعيبه كان ممكن يقدم حاجه او يبقى عنده شراسه اكتر على المرمى، او اللي هو يوصل في الحته الهجوميه اكتر في المباريات. يمكن انا بيتهيألي ان المباراه اللي فاتت فيها النادي الاهلي نادي اتحاد ده طبيعي جدا ان النادي الاهلي يفوز فيها يعني، فيعني انا بقيتها كلها بماتش بايرن وماتش بالميراس تقريبا. شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد، ونتمنى دايما تكون موجود معانا في 2-0. ربنا يكرمك، الف شكر. الو الكلام مهم جدا، انت عارف الكابتن احمد برضو. طيب من احمد عيد عبد الملك للكابتن عفت نصار. مساء الفل يا كابتن عفت حبيبي. الو معاك يا كابتن عفت حبيبي، ازاي اخبارك؟ الله يخليك، الحمد لله تمام. كل التوفيق ليكم زملكاويه محترمين ناس حقانيين، ربنا يخليك. ويعني كده مجموعه كده البلد كلها هيتصير حالها. لا او نقعد في بيوتنا. كابتن عفت دايما منورنا ودايما بارائك الجريئه والصريحه يعني دايما بتسري الساحه الرياضيه ودايما صوت الحق عالي يا كابتن عفت.
والله بص هقول لك على حاجه، يعني انا لسه كنت في برنامج كنت بقول ان بيسالني احمد جمال اخوكم وحبيبكم طبعا بيقول لي انت بعيد ليه؟ قلت له انت كنت قاعد معايا وكنا قاعدين مع مسؤول وبنتكلم على موضوع ان انا كاريزما وان انا اقدم برنامج، انما انا ما انفعش لان انا بقول الحق. فالحق بعدني بعيد قوي، او الكلام اللي المفروض يتقال علشان الدنيا تمشي ما بيتقالش، فالدنيا ماشيه عكس عكاس الفتره دي كلها. طب هو امتى الزمالك خد حقه يا كابتن؟ كابتن عفت. والله الزمالك يقدر ياخد حقه لو كلنا بقينا ايد واحده، انما احنا للاسف متفرقين وفي بعضنا بيبص لمصلحته الخاصه على مصلحه النادي العامه. للاسف. فانا شايف ان النادي الزمالك يقدر يرجع ويبقى كل حاجه كويسه. القرار ده في ايد حد واحد بس، في ايد رئيسنا الجميل الراجل اللي بيعمل كل حاجه في البلد عبد الفتاح السيسي. انا عايز اقول لك حضرتك حاجه كابتن عفت، يعني في الموضوع ده الرئيس دايما حتى في تهنئته كل الانديه لكل تحس على مسافه واحده من كل الانديه، دايما كل المواطنين المصريين ابنائه الشعب المصري بيعمل من اجل الشعب المصري، بيشجع اي انجاز بيشجع، انما في ناس هي اللي بتنفذ على الارض. يعني النهارده لما يجي اتحاد كره تطلب منه يأجل مباراه حرس الحدود وبدي مساحه للنادي الاهلي 4 ايام عشان يسافر لمباراه سيمبا التنزاني، واللاعب بالزمالك ويديله 3 ايام بس عشان يسافر وعشان يخرج من هذه، وانا اقول لك في الكواليس ان وزير الشباب والرياضه هو اللي كلمه عشان ياجل المباراه، راح مأجل للـ3 انديه. ففي ناس هي اللي بتسيء للاسف للدوله او للمنظومه الرياضيه، للمنظومه الرياضيه كلها. عشان كده بقول لكم ان القرار في ايد السيد الرئيس. ليه؟ لان نفس الوجوه القديمه هي الوجوه الجديده، هي هم المنظومه دي ما بيخرجش الموضوع منهم. تحس ان انت في سبحه بتلف حوالين نفسها. لازم بجد يجي حد يدير الاتحاد الكوره من الناس المحترمين القيادات اللي موجوده في الجيش اللي ليها كل الاحترام والتقدير، يجي يدير اتحاد الكوره سنه واكد لك 1000000% ان هيبقى في منظومه صح وهيبقى في عداله وهيبقى في كل حاجه، انما المنظومه كلها ماشيه لصالح واحد بس. حارس مرمى بيتوقف ويقول له لا خليه ماتش واحد لمصلحه البلد. طب لما ده مصلحه البلد، هو نادي الزمالك مش مصلحه البلد؟ طبعا. ليه الكلمه اكتر من المكيال؟ ليه الناس دي ما بتشوفش العدل والحق؟ كلامك خطير يا كابتن عفت. انت معنى كلامك انك بتقول ما فيش حد دلوقتي قادر، ما فيش شخصيه قادره في الوسط الرياضي انه يتبوأ طبعاً منصب رئيس اتحاد كره القدم؟ طبعا وانا واثق من الكلام دوت، وكل الشخصيات المفروض القديمه دي محدش فيهم يدخل كمان انتخابات بعد كده، لان الناس دي احنا عندنا اتحاد كره فاشل بقاله اكتر من 30 سنه. مفيش حد عمل انجاز اللهم الا المرحوم سمير زاهر. انما انا بكلمك دلوقتي على العداله. انت عندك قصور في حاجات كتير جدا. القصور دي نبدا اولها بعدم العداله في القرارات. يبقى انت عامل لائحه واللائحه دي بتقول مفيش استبدال، تيجي النادي الاهلي يجرى له يعني دروب، لا اعمل استبدال، الغي اللائحه. تيجي بعد كده القرارات القيد وبتاع، لا ايد ده محتاج ياجل مطوشته لان عنده دروب فياجل مطوشته او عنده صداع، يرتب المطوشه يلعب لعيبه الدور الثاني مباريات الدور الاولاني. لا في حاجات حارس يتوقف 4 مباريات، لا انا نوقف مباراه واحده علشان يلعب علشان دي مصلحه البلد. لما انت شايف العداله غايبه يا كابتن عفت وشايف ان اتحاد كره القدم يدار في اتجاه واحد، ليه عفت نصار واللي زي عفت نصار ما يفكروش يقتحموا هذا المجال؟ ليه ما تدخلش انتخابات اتحاد كوره؟ حتى لو عضويه او اي منصب تاني يعني. اسمعني هقول لك على حاجه. الجمعيه العموميه مش هتنجح. يعني مترتبه. فاهمني؟ لان موجود شخصيات موجوده جوه الاتحاد هي اللي بتدير الجمعيه العموميه. فلازم الناس اللي موجودين جوه الاتحاد كلهم يتغيروا. عشان عندك ناس بقى لها 30 سنه جوه الاتحاد، دول حريفه انتخابات دول.
ايوه طبعا بقول لك هو ده اللي انا بتكلم عليه، بالظبط، ان الانتخابات مش بالعداله، الانتخابات بالمصالح الشخصيه، انا هديك ايه وانت هتديني ايه بس. انما المفروض ان العداله دي اللي تخص كل الانديه. وبعدين انا بلوم على كل الانديه وكل رؤساء الانديه اللي موجوده في مصر، اللي بيتهاون في حقه واللي ما بيطالبش بالعداله واللي يرضى ان هو يظلم في بعض المباريات ويسكت، واللي ما ياخدش فلوس ويسكت، وحاجات كتير. ده المفروض ان كل رؤساء الانديه يكون ليهم وقفه مع بعض. لا واحنا لنا قاعده معاك هنا يا كابتن عفت، مش ينفع التليفون. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عفت، شرفتنا ونورتنا، الله يخليك. الكلام مهم جدا، يعني انا شايف عفت بس انا لومته برضه هو وغيره. طالما انا شايف اخطاء ليه ما فكرش اخد التجربه؟ فكره ان انا افضل بعيد بعيد بعيد، ما انت سايب الملعب والمجال مفتوح، يبقى ما نطالبش بالتغيير. هو واقعي، هو وغيره، انا مش بتكلم على عفت نصار بس. التغيير مش لمجرد انك انت تاخد المعركه، هو مش هياخد معركه خسرانه، الجماهير العموميه متظبطه وعارفه هي بتدي مين وما بتديش مين وبتدي ليه وما بتديش ليه. ولدرجة ان النهاردة باللوائح بتفصل لإقصاء ناس من المشهد ودخول آخرين، فبالتالي النهاردة الموضوع على الكيف وعلى المزاج. فهو زي ما بتكلم الكابتن نفس، محتاج قرار قوي من الدولة المصرية، تدخل واضح وصريح في إعادة طبوغرافية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. طبوغرافية اتحاد الكرة لازم تتغير. وهو زي ما قال الكابتن عفت، المشكلة ان وجوه كتيرة بتتولى المسؤولية لكن عقلية الإدارة واحدة، كانه قالب بيتصب فيه اللي بيجي يقعد في اتحاد كره القدم على اي منصب من مناصب الاتحاد. عجبني كان مصطلح قاله الدكتور كمال درويش ربنا يمتعه بالصحه، قال لك انه الهواء بيدير محترفين. هواء يعني، وللاسف الشديد منتصر ممكن تلاقي حد مهندس زراعي بيتكلم في الاعلام عادي وبينطح خريج الاعلام وتلاقي سوقه ماشي سوشيال ميديا كله اعلام منتصر. انا احنا بدانا الحلقه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وكنا فرحانين جدا، لكن انا حزين وانا بقفل معاك لسبب واحد. ليه؟ ما قدرناش ناخد الجماهير. انا بعتذر لكم جدا والله، من الحلقه الجايه انتوا معانا تليفونات، في الناس كلها عايزه تدخل عايزه تتكلم. طبعا احنا بنشكركم مره تانية زي ما شكرناكم في البدايه، دعم جماهير كره القدم المصريه وخصوصا جماهير نادي الزمالك اللي انا ومنتصر بنعتبر نفسنا فردين منهم. شكرا ليكم، يا رب دايما انتوا تساندونا وتكونوا في ظهرنا. شكرا لكل الجمهور اللي تابعنا، بالتاكيد نفسنا نبقى يعني صوتكم، صوت الحق، صوت الحياد. الحياد مش انك انت تنحاز لنادي على حساب الاخر، الحياد انك تقول كلمه الحق، الحياد انك دايما تبقى واضح وصريح في ارائك وما تغيرش مواقفك. كنت سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده. انا اللي كنت سعيد معاك، وحلقه من وجهه نظري موفقه. يا رب نكون كنا عجبنا الناس وضيوف خفاف عليهم ان شاء الله. بعتذر لكل الجمهور اللي ما تمكنش انه يبقى موجود معانا، واحنا اللي خسرانين مش انت. صباح الخير.